بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم الأربعاء 26 يوليو 2017. أهلا بيكم، حلقة جديدة ويوم جديد من صباح دريم. النهاردة بلا شك فكرنا هل نستكمل فقراتنا العادية زي فقرة مثلا يوم الأربعاء، فقرات رؤساء الأحياء والمدن وغيره، هل المواضيع الخدمية العادية، ولا نكمل الحديث عن مشروع عن مؤتمر الشباب. والحقيقة لما فكرنا في ده قلنا ما هو مؤتمر الشباب وفكرة الحديث والتواصل والتخاطب مع الشباب هو ده الهدف الأساسي، وهو ده الحقيقة اللي لازم تشتغل عليه طول الوقت وانت بتفكر في أي فكرة جديدة، في أي مشروع جديد، وخصوصا المشروعات القومية، لأنه هذه الفئة من المجتمع المصري، هذه الشريحة من المجتمع المصري لو ما استوعبتش البلد بتتحرك ازاي، البلد بتعمل ايه، البلد خططها ايه، البلد رايحة بينا على فين، أو رؤية البلد بإذن الله لمصر 2020 و2030 بإذن الله يا رب وما بعد ذلك، لو كل ده لم يتحقق يبقى ملوش داعي بقى نتعب نفسنا بكلام عن المستقبل وعن التنمية المستدامة وعن المشروعات وعن غيره. الشباب عماد الأمة دي، الشباب عماد هذا البلد، الشباب اللي طلعوا ثورتين على فكرة في 6 سنين، الشباب هم اللي خلوا النهاردة مختلف وبكرة بإذن الله يبقى مختلف. في ناس بتقسم وناس بتقولك بس في الشباب البناء المتفائل على طول وفي الشباب الهدام. احنا مش هنقسم، احنا هنتكلم على شباب مصر الواعي اللي احنا كتير جدا مننا، سواء اللي كان لينا فرحة وفخر انه يشارك في المؤتمر ويكون موجود جوه، لانه طبعا المشاركة يعني مختلفة تماما وينخرط مع هذا الشباب ويتكلم معاه، او سواء حضراتكم اللي قاعدين قصاد التلفزيون تابعتوا على مدار يومين كاملين شباب مصر، اللي زي ما بقول مش هقسمه في وصفي ولا في كلامي واقول ده شباب بناء وده شباب هدام. شباب مصر اللي بقى النهارده بيتكلم في كل حاجه، النهارده بقى بيتكلم في مشروع الضبع، النهارده بقى بيتكلم في الاصلاح الاقتصادي، النهارده بقى بيتكلم في القرارات الرباعي العربي تجاه الدول الرعايه للارهاب، النهارده بقى بيتكلم في التنميه المستدامه، البنيه التحتيه، في كل حاجه. ده الشباب اللي احنا طول الوقت عايزين نركز عليه. وبالتالي النهارده ان شاء الله باذن الله هتكون هذه الحلقه تغطيه، او خلينا نقول زي ما بيقولوا كده ريكاب لمجمل ما تم بحثه والحديث عنه عبر يومين. لكن يمكن مش عايزة بقى ايه اقعد اقراها في صورة اخبار انه بدأت الجلسة الفلانية بكذا وحصل فيها كذا وبتاع. هنقول العناوين الرئيسية، العناوين الرئيسية اللي بتعبر احنا في يومين في محافظة الاسكندرية الشباب دول عملوا ايه. خليني افكر للمرة الكتيرة قوي واللي كلنا قلناها، هذه المؤتمرات الدورية الوطنية للشباب التي كانت بدايتها بداية انطلاقها في شرم الشيخ أكتوبر 2016، وبعدها كان في مؤتمر في أسوان، ومن ثم الإسماعيلية، وبالأمس وأول أمس الإسكندرية. هذه المؤتمرات شبابية 100%. يعني إيه؟ يعني اللي بينظم واللي بيخطط واللي بيجهز واللي بيعرض الأفكار واللي بيختار التوبكس والمشروعات هم اللي بيقولوا احنا عايزين نتكلم في 1 2 3 4. السكادول او الجدول اللي بتوزع عليك، الجدول الصغير ده اللي بتوزع عليك كده في بداية المؤتمر عشان تعرف كل يوم الجلسات ايه وفي قاعات ايه وكده، ده الشباب اللي عاملينه، ده شباب مصر اللي عامله، مش اي حد تاني. ده اللي احنا فعلا عايزين نتكلم عليه، وده اللي احنا عايزين نقول لحضراتكم شباب مصر النهاردة بيفكر ازاي. النهارده ان شاء الله تكون الحلقه دي مخصصه لشباب مصر وما الذي طرحه شباب مصر خلال المؤتمر، وهتكون كمان طبعا فيها استعراض لاهم التوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر من ساعات قليله جدا، وهيكون معانا لقاءات خاصه جدا هنبداها مع الخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور مدحت نافع، هيكلمنا عن خطة الإصلاح الاقتصادي ويا ترى كيف. على فكرة ندوة الإصلاح الاقتصادي كانت من الندوات الطويلة جدا وكانت مهمة جدا وكان فيها كلام في منتهى الأهمية، لأنه كان كلام كله لا يخلو من الأرقام والمؤشرات والدلائل اللي بتخلينا نشوف إحنا النهاردة فين اقتصاديا وهدفنا نكون فين بإذن الله. فقرتنا الثانية يكون معانا فيها سيادة النائب الشاب أحمد علي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد الصاوي عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، اللي هيكلمونا عن رؤيتهم للمؤتمر ورؤيتهم لمشاركة الشباب في هذا المؤتمر. لكن نطلع
فاصل قصير جدا نرجع فيه على طول ندردش مع بعض في أهم أخبارنا المتعلقة زي ما قلنا بهذا المؤتمر، وحنضيف لها خبر كمان متعلق بالخارجية المصرية. وخلينا طول الوقت نفتكر أنك قد ما كانت إحباطاتك وقد ما كانت مشاكلك في حاجات حلوة قوي في البلد دي تخليك كده بقوة تقول تحيا مصر. ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية وعيونها تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. وحتفضل مصر بإذن الله تعالى حرة أبية، وحتفضل إرادتها بتيجي من إرادة تتأتى من إرادة الشعب وخصوصا شبابها عماد هذا البلد. التابع من حضراتكم المؤتمر على مدار اليومين اللي فاتوا كان فيه طبعا جلسات كتيرة جدا وندوات كتيرة جدا، بتعرف الجلسة من عنوانها. وإن كان الحقيقة عندما يفتح الباب بتفتح الأبواب للأسئلة فيما بعد، فطبعا بيبقى مسموح لأي شاب إن هو يسأل سؤال حتى لو مش متعلق بموضوع الجلسة دي. لكن الحقيقة ربما اختيار التوبكس أو العناوين للجلسات في هذا المؤتمر تحديدا يمكن كان موفق قوي، لدرجة إنه كانت أغلب الأسئلة بتيجي متعلقة بيه. و شيء طبيعي لأنك لما تتكلم النهاردة على جلسات متعلقة بالإصلاح الاقتصادي، جلسة متعلقة بالمشروعات القومية، جلسة متعلقة بالنظم والنظم المعلومات وقواعد البيانات اللي احنا بنشتكي بأن فترة طويلة جدا أن عندنا مشاكل حقيقية فيها، كل ده يخلي فكرة أنه الشباب يسألوا أسئلة متعلقة بالجلسات دي بشكل مباشر أكبر. طبعا الحقيقة أنه من ضمن الجلسات اللي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جلسة في منتهى الأهمية، جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة. يعني إيه منظومة المعلومات المتكاملة؟ يعني داتابيز أو قواعد البيانات. مفيش بلد في العالم ينفع تكلمك عن أي تطور وتنمية وهي ما عندهاش داتابيز، ما عندهاش قواعد بيانات متكاملة. يعني ايه؟ يعني مثلا المواطن الفلاني اسمه بالكامل كذا، رقم بطاقته كذا، الحاله الاجتماعيه كذا، سجله الصحي او المرضي كذا، بيحصل على معاش مثلا او بيحصل على دعم من الدوله كذا،
كل دي تكون بيانات، بحيث انه انت لو في مصلحة ما اللي في المصلحة ده على السيستم بيعرف الحالة بتاعتك دي. فاكرين حضراتكم قصة اللفة اللي كنا وما زلنا في أوقات كتيرة برضو يعني لغاية دلوقتي بنمشيها، اللي هي اطلع للأستاذ عفاف في الدور التاسع وعدي على البشمهندس محمود في الدور التاني يختم لك، فاكرين اللفة دي، وروح بقى هات لنا ورقة من مصلحة معرفش ايه وبعدين ارجع لي الشهر العقاري. الفكرة مش بس التيسير على المواطنين، هي طبعا دي مهمة انك تيسر على المواطن ما يزهقش عشان يخلص ورقة او يطلع معتمد او مستند ليه محتاجه. فكرة كمان ان الدولة لازم تبقى رابطة الدنيا، لازم كده تبقى الدولة فاهمة هي قواعد البيانات عندها ايه، وبالتالي ده ليه علاقة بشكل مباشر بالسؤال الاهم اللي طول الوقت بنسأله، هل تضمن الدولة ان الدعم الذي تقدمه يصل بالفعل الى مستحقيه ام لا؟ اعتقد انه امبارح كان السؤال ترد عليه بشكل يعني صريح 100%، لا هي الإجابة كده، لا الدولة ما عندهاش ضمانة حقيقية لغاية دلوقتي إنه الدعم بيصل لمستحقين بنسبة 100%. أنا لسه من فترة حد بيقول لي، حد من ضيوفي هنا بس الحقيقة ما قالهاليش على الهوا، قالهالي خارج الهوا، إن عنده في بلده في حد يعرفه، الحد ده بيشتغل معرفش إيه وبيعمل إيه وبتاع، لكن لأنه ورقه متستف وما عندوش حاجة تثبت، ما فيش حاجة في الورق بتثبت ده، فهو بياخد تكافل وكرامة، بيحصل على معاش تكافل. طيب وهكذا، ودي نماذج كتيره جدا. الرئيس شارك امبارح زي ما قلت في ندوه المشروع القومي، وانا سعيده قوي قوي ان هي اتسمت، انه الحديث عن قواعد المتكامله للبيانات سميت بالمشروع القومي، وهي يجب ان تكون مشروعا قوميا. شارك في هذه الندوه خلال طبعا فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب، واللي صدفته قاعة المؤتمرات الكبرى طبعا بمكتبة الإسكندرية. اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعد مشروع وعرض مشروع إعادة بناء ذاكرة الدولة. من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها اللواء عرفان قال فيها إنه النجاح الذي وصلت له الدولة بيتمثل في حالة التوافق الموجود بين الوزارات، وإنه كل وزارة وضعت بياناتها في جهة واحدة، ده اللي كنت بقوله لحضراتكم من شوية، لإخراج منتج يفيد الدولة المصرية في النهاية. فأنت عايز تعمل مشروع تأمين صحي، عندك جهة بتطلع لك البيانات دي. عايز تعمل بطاقات تموين، عندك ده. عايز تعمل معاشات أو تكافل وكرامة، عندك ده. وهكذا. رئيس الرقابة الإدارية كمان اللي هو عرفان قال إنه إحنا مش قدامنا حاجة غير إن إحنا نمتلك المعلومات الدقيقة الكاملة، وإنه إعادة بناء ذاكرة الدولة هي حاليا أهم مشروع لمصر الحديثة. الدولة كانت بتعاني نقص شديد جدا وحاد في المعلومات عن مواطنيها، وبالتالي من هنا كانت الحاجة لبناء قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، وإنه المشروع ده هو برضو بيقول إن المشروع ده اعتمد على تكاتف كافة وزارات الدولة. في كلمته كمان اللي هو عرفان كان بيقول إنه يعني بيتطلع انه يكون في تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط في هذا الشأن. وبعدها الرئيس بعد ما خلص يعني اللي هو عارفين كلمته، الرئيس استمع لعرض توضيحي بقى مجموعة من الشباب هم اللي قدموه من عدة جهات الحقيقة عن موضوع قواعد البيانات بالمؤسسات الحكومية كيف كانت وكيف أصبحت. كان عرض مبهر الحقيقة، يعني how it was and how it is، ازاي كانت وازاي هي دلوقتي. دكتور أمير طاهر وهو أحد المشاركين كان بيقول إن المجموعة من الشباب اللي اشتغلت على ده رصدت بعض المشاكل المزمنة اللي بتعاني منها مصر. على سبيل المثال في كلامه بيقول عدم التخطيط التكاملي والتراكمي، ما عندناش تخطيط تكاملي وتراكمي، ضعف البنية التحتية المعلوماتية الصحيحة، وإن هم بدأوا للتخطيط لمحاور العمل عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية، وإنه تم فتح 17 ملف في 5 محاور كان أهمها طبعا المحور الإداري، التعليم، التكنولوجيا، وإنه تمت بالفعل مناقشة محوري الصادرات والواردات بمشاركة ممثلين من جهات حكومية مختلفة عشان نصل لحل سريع بأقصى يعني حل جذري بأقصى سرعة ممكنة. وطبعا كان في مجموعه من الاشخاص من القطاع الخاص، هو بيقول انه كان في ده الشاب اللي كان بيتكلم طبعا الدكتور أمير طاهر، وانه مجموعه من الشباب كانوا بيستقطعوا الحقيقه من وقتهم للمشاركه. في متحدث ايضا شاب لفت نظرنا في هذه الجلسه، اكرم عبد الباسط وهو وكيل هيئه الرقابه الاداريه، أكد أنه تم البدء في وضع المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، وأكد أنه تكوين قاعدة بيانات للأسرة المصرية
يعد زي ما وصفوا الحقيقة سيادة الوكيل، زي ما وصفوا دي كانت نقطة في منتهى الأهمية، نواة لهذا المشروع، وأنه المشروع القومي لمنظومة المعلومات تم تقسيمه بالفعل بحيث أنه يعني نقدر نتكلم على ثلاث جهات أو ثلاث مستويات مختلفة: المواطن، الاقتصاد، والإدارة. أوضح كمان أنه في تم يعني وضع هدفين للمحور الأول: المواطن طبعا اللي يهمه أكتر حاجة إيه؟ أول حاجة توفير حياة أفضل بتقديم خدمات بصورة ميسرة والوصول بالدعم للمستحقين الفعليين. ولتحقيق الهدفين دول كان لازم إقامة السجل الموحد للمواطن اللي يبقى موجود فيه كل البيانات الكاملة اللي بتخصه، وإنه تم بالفعل تحقيق. عشان كده بقول لحضراتكم إنه في هذا المؤتمر كل حاجة ليها رد، يعني كل علامة استفهام عندنا في رد، أو على الأقل فكرة لرد أو لحل ليها، أنه تم بالفعل تحقيق 90% من أهداف المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية اللي بتخص المواطن المصري، وأنه في نفس الوقت كمان كان لازم نشتغل على تغيير الاستراتيجية التي يتم التعامل بها مع برامج الحماية الاجتماعية. دي كمان كانت نقطة مهمة جدا. ده المستوى الأول. المستوى الثاني كان بيتكلم على الاقتصاد. وكيل هيئة الرقابة الإدارية كان بيقول إن إحنا عندنا ثلاث أهداف رئيسية، طبعا أهمها البنية التحتية التكنولوجية، وإنك تربط قواعد البيانات، قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك، والاقتصاد الموازي. دول ثلاثة طبعا رئيسيين، وإنك طول الوقت تحاول ترصد صورة وتحاول تدمج كل المنظومات اللي عندك في الاقتصاد المصري، منظومات اللي ليها علاقة طبعا اللي بتصب في الاقتصاد المصري. المستوى الثالث بقى اتكلم عليه وقال إنه يجب توفير معلومات دقيقة ومترابطة لمساعدة متخذي القرار حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وإنه ده كمان هيخلينا نعرف نربط أكتر الصناعة والتجارة الخارجية بالتعليم والبحث العلمي. الرئيس بقى طبعا حضراتكم عارفين في المؤتمرات دي الرئيس بيقعد يستمع كويس جدا، يسمع كل البرزنتيشنز اللي بتعرض، ويسجل ويدون عنده النقاط والأسئلة ويطرحها في النهاية. الرئيس طبعا اتكلم، قال احنا يا جماعة بقدر الإمكان بننتهي من المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، وقال ان الدولة مستعدة لأي تكلفة لخروج المشروع ده إلى النور. أي تكلفة احنا هنستحملها هنتحملها. ليه؟ لانه المشروع ده في منتهى الاهميه زي كل الحاجات اللي انا قلتها، بسبب كل الحاجات اللي انا ذكرتها لحضراتكم دلوقتي. دي اعتقد انها كمان نقطه مهمه جدا، فكره انك تشتغل على مشروع قومي لقاعده البيانات وتكون مطمئن انه مش بعد ما تقعد طول الوقت ده بتشتغل فيه وتبدا فعليا تنفذ فيه ترجع في الاخر الدوله تقول لك اوبس اسفه ما عنديش بادجت، ما عندناش فلوس لده. من الموضوعات المهمة جدا كمان اللي تمت مناقشتها في المؤتمر الحقيقة كان أو من التصريحات، خليني أقول عايز أكلمكم عن تصريحات كده، لأن كل تصريح من دول للرئيس كان وراء قرارات وراء استراتيجيات الدولة بتشتغل عليها. الرئيس امبارح وأكيد حضراتكم سمعتوه قال عبارة في منتهى الأهمية، قال التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن. وهنا بس قبل ما أقول نص كلمة الرئيس، حضراتكم عارفين ان احنا عندنا نوعين من الفساد. عندنا الفساد اللي هو الفساد المقصود، يعني مع سبق الإصرار والترصد، راشي ومرتشي ووسيط في النص ومجموعة مع بعض وكده، فده طبعا هو تزوير ومش عارف ايه بتاع ده شق. وفي نوع تاني الحقيقة من الفساد، وان كان البعض اختلف عليه وقال لك طب حرام ما تسميهوش فساد، يمكن اسمه اهمال بتاع، لا هو فساد، فكرة انك ما تاخدش قرار الصح. بقول الكلام ده على كل مستويات: سياسية، عسكرية، اقتصادية، اجتماعية، وزارية، كل حاجة. إذا كنت أنت متخذ القرار أو بحكم منصبك عليك أن تتخذ قرار ما ولا تأخذ هذا القرار فأنت فاسد. أنت فاسد لأنه عدم اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. الرئيس الحقيقة بقى هو بيتكلم، النقطة دي كانت في جلسة الإصلاح الاقتصادي اللي قلت لحضراتكم في البداية عليها أنها كانت مهمة قوي، وهو بيتكلم الحقيقة على مجموعة كده من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. وجه حديثه للمصريين وقال لو بتتكلموا عن دولة ذات جدارة فالجدارة لا تتحقق إلا بالقدرة، والقدرة لا تتحقق إلا بالإصلاح الحقيقي، والتردد في اتخاذ القرار السليم هو خيانة
في حق الوطن. وحقيقة كمان أنه تمن يعني قدر قوي المناقشات اللي شهدتها جلسة الإصلاح الاقتصادي، هو شافها أنها يعني مختلفة جدا، وقال أنا سافرت ورحت دول كنت ببص على مؤشراتها علشان أعرف إحنا واقفين فين النهاردة وبنعمل إيه. والحقيقة أنه الدول دي لقيت انه عدد بعض الدول اللي انا رحتها دي كان عدد سكانها عشر عدد سكان مصر، وانها بتعاني من مشاكل ديموغرافيه، يعني عدم الزياده السكانيه مشكله بالنسبه لهم، والناتج المحلي طبعا الخاص بيهم قد يكون قريب من مصر، ممكن قريب من مصر، وده بيعكس احنا فين دلوقتي في الجزئيه دي. بس قبل ما اقول الرئيس اشاد بايه كمان خلال الجلسه دي، خدوا بالكم الرئيس في اول يوم في المؤتمر، ودي طبعا ذيعت على الهواء زي كل الجلسات، الرئيس كان بيتكلم على انه او حد من كان لا كان دكتور احمد عماد وزير الصحه لما اتكلم على النمو السكاني في العرض اللي قدمه، وكان بيقول يا جماعه احنا في دول تانية على مدار عشرات السنين بيفضل تعدادها السكاني زي ما هو. احنا ناخد بالنا برضو من حاجه، ان هي دي ميزه وعيب، يعني هو طبعا هو ده ميزه انك انت يعني انت ما عندكش يعني انت عندك موارد، انت عارف مواردك بت 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 بتوجهها وتصرفها وتديرها ازاي، بس هو في نفس الوقت برضو دي بتسبب مشكله، لان انت عندك هنا في اختلاف، بيبقى اختلاف كبير في فئات الطبقات المجتمع اللي بتنتج، انت كده هيبقى عندك كمان مشكله في كادر الشباب او فئه الشباب، فهي ميزه وعيب. لكن هو دائما وابدا افضل حل انه يبقى فيه طبعا زياده طبيعيه، لانه ده الشيء الطبيعي، لكن ما تبقاش بتصل لمرحله الانفجار السكاني اللي احنا فيه. الرئيس كمان وهو بيتكلم بقول لحضراتكم اشاد بقدره الشعب المصري على تحمل الاجراءات الاقتصاديه، وقال لهم انتوا شعب صلب، انتوا شعب صلب جدا وقادر جدا، وعشان تاخدوا مكانكم على خريطه العالم أقصى من كده وأصعب من كده وأكتر من كده، وحنتحمل كمان كده عشان نقدر ناخد مكانتنا الحقيقية. بعتقد أنه رسائل الطمأنينة للرئيس كل فترة والتانية دي مش أول مرة الحقيقة الرئيس يقدم الشكر إلى الشعب المصري ويقول لهم أنا عارف أن احنا مستحملين وعارف أن انتوا استحملتوا وبتستحملوا، دي مش أول مرة، لكن فكرة أنه برسائل الطمأنينة دي كل فترة مهمة جداً، مهمة لأنه انت في الشارع بتسمع السؤال ده من المواطن التعبان قوي، بيقولك هو الرئيس حاسس بينا؟ طب هي الحكومة حاسة باللي احنا فيه ولا لأ؟ ده سؤال مهم جدا. في جلسة الإصلاح الاقتصادي كان في كمان وزير قطاع الأعمال كان عنده عرض مهم جدا، واتكلم فيه عن مصانع قطاع الأعمال، والرئيس في الجزئية دي كمان علق وقال انه كان بيقول دولة فيها 100 مليون انتاجها لصالح شعبها يبقى بالمستوى ده، يعني هو المفروض يبقى بالمستوى ده، لما 90 مليون ننتج والانتاج يبقى بتاعنا احنا يبقى لينا، وده بيرد لك طبعا على جزئيه الواردات اللي ما زالت اكتر من الصادرات بكثير حتى الان، فالميزان هنا عندنا في خلل، والعمله الصعبه بتشكل لنا خلل، وبالتالي بيحصل طبعا عجز الازدياد، عجز الموازنه، وكل المشاكل اللي عندنا دي. طيب هو كان بيقول الرئيس كمان لما نعمل إصلاح حقيقي للشركات دي اتفرج كده كمان سنة أو سنتين هتلاقي الدنيا مختلفة وعاملة ازاي، حتى جودة المنتج اللي طالعة هتكون مختلفة. هي مش بس يا جماعة فكرة ان احنا ننتج ونشغل مصانع، الجودة يا جماعة الجودة، يعني احنا في محلات في مصر عندنا هنا، هي مش محلات مصرية، هي محلات طبعا تشين، يعني محلات سلاسل موجودة في العالم كله، تحس انه في اي دوله في العالم البلوزه مثلا بتشتريها من المحل ده البراند ده من اي مكان في العالم بجوده، وفي مصر بجوده اقل بكتير، مع ان احنا مش بننتج، احنا بتجينا، يعني حتى المستورد تحس ان احنا بيجينا الفرز الثالث، وده كلام الناس المصريه اللي في الشارع، الناس البسيطه تقول لك حتى المستورد اللي بيجينا فرز ثالث، ما بالكم بالانتاج المصري بتاعنا. الرئيس كمان وهو بيتكلم بيقول استحملوا معانا شويه، ما تسيبوش اولادكم واحفادكم الا وانتم باذن الله مطمنين انكم سايبينهم في دوله حقيقيه. كان بيقول احنا عايزين، نحن نريد دوله عظيمه، والدوله العظيمه ما تجيش كده وما بتجيش بالتردد في اتخاذ القرار السليم، عشان كده من هنا كان بيقول فكره انه عدم اتخاذ القرار السليم في الوقت الصح ده خيانه للوطن. وفي كمان في جلسة الإصلاح الاقتصادي اللي عقدت بالأمس اليوم الثاني للمؤتمر
كمان كان بيقول أتمنى الاستمرار في طريق الإصلاح، وإنه المصريين أثبتوا إنهم أكثر وعياً وأكثر فهماً. الرئيس زي ما قلت في البداية قال استحملوا معنا شوية، و أنا يمكن ده يفكرنا بلؤي، مش مصممة أنا على لؤي، مصر كلها بتدور عليك يا لؤي الحقيقة، مع أنه لؤي رجع تاني وأرسل رسالة تانية على اطمنا عليه، يعني الحمد لله حيون يرزق سليم الحقيقة. لا يعني الرئيس الحقيقة أخذ الموضوع يعني حقيقي بمنتهى، أصل هو على فكرة هو مش لؤي بس اللي بيسأل السؤال ده، بس عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني الجزئية بتاعتي رئيس انت من سنتين قلت سنتين وحنحس بتحسن، واحنا لا شفنا تحسن ولا شفنا حاجة، دي ناس كتيرة بتقولها، بالتالي بيبقى هنا الوقت الصح انك انت تقول للي قدامك بالراحة كده، احنا مش كانت الكهرباء عندنا كنا بنصوت وبنعيط منها، احنا مش كنا بنشتكي ان الاكل بيبوظ جوه التلاجات من كتر ما الكهرباء عمالة بتقطع وتيجي 50 مرة في اليوم، وفي مناطق الكهرباء كانت بتكسر 24 ساعة فيها وهي مقطوعة، طب هل عندنا مشكلة دي دلوقتي؟ طب بالراحة كده، احنا مش كنا من سنتين ثلاثة بس بسم الله ما شاء الله ما شاء الله من أعلى، إن ما كناش رقم واحد في العالم بالإصابة بفيروس سي، احنا مش الحمد لله النهاردة بنتكلم إنه ما عندكش أصلا قوائم انتظار لعلاج المرض، وأي حد عنده فيروس سي ما بقاش بيدوخ السبع دوخات ويتبهدل زي زمان، وبيروح على طول بيتعمل له البي سي آر ويتعمل له التحاليل ويتعمل له كل حاجة ويبدأ في العلاج ويصرف العلاج، هو ده مش إنجاز يا جماعة؟ حضراتكم متخيلين يعني إيه إحنا كنا كسرنا 10 أو 11 مليون مصري عنده فيروس سي؟ ده تقريباً ما كانش فيه بيت في مصر ما فيهوش حد عنده فيروس سي، أو في المحيط على الأقل اللي حوالين العيلة تقريباً، هو إحنا لما نوصل لده النهاردة ده مش إنجاز؟ الطرق والكباري، عشان بالمناسبة وأنا بتكلم بمنتهى الأمانة وطول الوقت إحنا بنتسأل السؤال ده، يعني يا أستاذة حضرتك شايفة يعني إنه كنا نعمل التأمين الصحي أو نعمل المستشفيات ولا نعمل شوية الطرق والكباري اللي احنا مشغولين بيها قوي دي؟ هو مين قال لحضرتك ان احنا مش شغالين في الاتنين مع بعض؟ ما احنا شغالين، الدولة شغالة في الاتنين مع بعض، بس الطرق والكباري طبيعة الشغل في طبيعة العمل في المشاريع القومية دي بتخلي نتائجها تظهر بسرعة وفي وقت أقل، لأنها حاجة ظاهرة قدامك وحاجة ليها استراتيجية وطرق مختلفة، ولان احنا عارفين الرئيس الحاجه اللي في 3 سنين بتتعمل في سنه انتوا عارفين ده، فده موجود، لكن كمان بندرس التامين الصحي وبنشتغل على التامين الصحي، بنشتغل على العلاج في المستشفيات، وبنشتغل على العلاج على نفقه الدوله، وبنحسن من ده، وطول الوقت بنطالب وبنقول ان احنا عايزين الميزانيه بتاعه الصحه تبقى اعلى من ده، شغالين على ده وعلى ده، فدي كلها ردود لحاجات كتيره جدا انت تقدر تتكلم فيها، مش عشان تطلع ترد على حد، انت نفسك اول ما تحس ان الاحباط تملك منك افتكر كم حاجه كده في سنتين ثلاثه بس عملناها هي فعلا كانت تستحق سنين طويله قوي، بدليل انه في سنين طويله قوي قبلها ما كانتش الحاجات دي معموله، بدليل ان الحكومه الحاليه او القياده السياسيه الحاليه مستلمه البلد بحوالي كم 4700 قريه تقريبا، بنتكلم على حوالي 470 قرية فيها صرف الصحي. طيب عايزة أروح لجلسة تانية بقى، أنا قلت لحضراتكم هنحلل كده يعني بعض الحاجات الأساسية كده اللي موجودة. كان في جلسة امبارح دي أثارت اندهاش الناس كلها من اسمها، صناعة الدولة الفاشلة، كيف تنجح أن تصنع دولة فاشلة؟ طبعا مفهوم، هو العنوان بيقول إنه تعمل إيه، يعني معنى العنوان تعمل إيه عشان ما تبقاش ماشي كده على طول وإنت فاكر إن إنت ماشي صح وإنت الحقيقة مش ماشي صح وإنت بتغرق البلد. الرئيس في الجلسة دي، جلسة صناعة الدولة الفاشلة، الحقيقة قال معلومات مهمة جداً، كان من اهمها او من ضمن النقاط، يعني انا هعتبرها توصيات جت في غير التوصيات النهائيه اللي تم الاعلان عنها طبعا في الجلسه الختاميه اللي هنقولها بعد قليل، انا هعتبرها توصيات في الجلسه دي. الرئيس قال احنا مستعدين لانتاج لدعم انتاج عمل سينمائي في مواجهات محاولات هدم واضعاف الدوله، دي نقطه مهمه جدا.
قال احنا عايزين نتكلم في اطار استراتيجيه متكامله لانتاج عمل سينمائي، وان احنا كدوله هنساعد وهنخلي المؤسسات الدوله كلها تساهم في الحل بافلام تنمي الشعور الوطني، وان الدوله مستعده، الدوله بالوزارات مستعده تقدم الدعم المادي واي دعم محتاجينه لاي مشاكل ممكن تواجه القضيه دي، في سبيل ان احنا ننتج سينما بتتكلم على ده وبتقول ده. واحنا بقالنا سنين والله العظيم بنقول كده، بقالنا سنين بنقول طب بلاش موضوع ده فيلم سينما بيتكلم على الدور الوطني وكده. احنا مش بقالنا سنين بنقول نفسنا قصة الشهيد اللي هو نبيل فراج الله يرحمه يا رب ويحسن إليه، شهيد الشرطة، شهيد مصر كلها، البطل اللي عاش بطل ومات بطل واستشهد بطل، اللي هو بيطلع في النفس كان يعني نصه على الأرض خلاص والدم نازل منه بيطلع في الروح، وهو رافع سلاحه لفوق عشان الإرهابيين لما يضربوا النار يبقى هو في الوش والناس المدنيين اللي كانت موجودة ورا. يعني مش قلنا نفسنا نعمل أفلام كده؟ الرائد أبو شقرة الله يرحمه، الرائد أحمد الكبير، الشهيد محمد مبروك، الأمن الوطني، كل ده، المنسي الله يرحمه يا رب، شهيد مصر كلها اللي لسه بنبكي عليه لغاية دلوقتي، كل الشهداء دول. مش قلنا نفسنا نعمل الأفلام دي؟ إحنا محتاجين ده، محتاجين نصنع سينما تتحدث وترسخ مفاهيم الوطن وحب الوطن. وبالمناسبه هي دي الكلام ده الرئيس قاله في جلسه صناعه الدوله الفاشله، بس في جلسه الاصلاح الاقتصادي كانت البنوته اللي اتكلمت عن موضوع التربيه الوطنيه وسقفنا لها تسقيف، سقفنا لها تسقيف وتصفير بقى وما هو لك كاننا في مباراه يعني، لانه برضو احنا عمالين بنقول ده تربيه وطنيه، وهي البنت نفسها قالت المواد دي موجوده في المدرسه بس موجودة ازاي؟ والمنهج عبارة عن ايه؟ وبتدرس ازاي؟ ما ينفعش ادي الولد حتة كتاب صغير كده ولا كتيب فيه ورقتين واقول له يا ابني هي دي التربية الوطنية، احفظهم لك يا ابني عشان تدخل تعدي في الامتحان وخلصنا، ما ينفعش. دي أهم من مليون رياضة على كيمياء على فيزياء على مليون حاجة تانية، هي والتربية الدينية. الدين الصح اللي احنا عارفينه وفاهمينه والتربية الوطنية، حب الوطن بزرعه فيهم. كل دي حاجات مهمة جدا، أتمنى إنه إحنا حاسين إن في نوايا حقيقية إن ده يبدأ يحصل، لكن أتمنى ده نشتغل بقى عليه بسرعة. الرئيس كمان في الجلسة في جلسة صناعة الدولة الفاشلة قال كلمة أبقى صريحة مع حضراتكم، أنا شوية استغربتها في الأول يعني ما فهمتهاش قوي الحقيقة لغاية ما سمعتها تاني ففهمتها، وهو بيتكلم على انه يجب ان يكون لدى الشعب فوبيا من اسقاط الدوله المصريه. قال انا عايز الشعب يكون عندهم فوبيا، يكون عنده فوبيا، يعني فكره انه بصراحه. وطبعا الرئيس ما قالش اللي جايه دي، اللي جايه دي انا بقولها لحضراتكم. فاكرين لما كنا بنقول الحمد لله انه مصر ما زالت حتى الان بعد 6 سنوات تحارب فساد وتحارب ارهاب وكذا وكذا وكذا، ولكن الحمد لله لم تسقط مصر لحظه واحده، والحمد لله انه احنا احسن حالا من العراق وسوريا وليبيا واليمن وكذا وكذا. فاكرين احنا ما بنقول كده فبيترد علينا بيتقال لنا يعني انتوا ده اقصى طموحكم ان احنا نفضل؟ حضراتكم عارفين الجدل ده اللي داير بين ناس وناس كتيره، يعني فوبيا اسقاط الدوله المصريه انا قريتها كده، انا لما استوعبتها والرئيس بيقولها انا قريتها في المضمون ده. لا لازم نخاف، لا لازم نتخيل الحقيقه ان احنا عندنا ميليشيات ماشيه في بعد الشر، يعني ان احنا ما كناش خلصنا من حكم العصابه الارهابيه وكانت لسه موجوده لغايه دلوقتي، وصلنا النهارده انه جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وميليشيات وجبهه انصار بيت المقدس وكتائب عز الدين القسام جايين يصيفوا عندنا، وان الناس دي بقى موجوده في الشارع كده حوالينا، وانك تدفع جزيه وانك معرفش تبقى ايه وانك تبقى كذا وانك تبقى كذا، ونفضل نعلم على بيوت المصريين المسيحيين. لا احنا كان لازم نتخيل ده، لازم نتخيل ده. والرئيس بيقول انا عايز يبقى عندكم فوبيا من اسقاط الدوله المصريه، كل ما تحبط كل ما تشوف حاجه تخيل لو بعد الشر مصر مش صامده وواقفه على رجليها لغايه دلوقتي. دي نقطه كمان مهمه جدا. الرئيس اتكلم كمان على مشروع قناه السويس الجديده، وانه كان من ضمن اهدافه بناء حاله دعم معنوي للحفاظ على دوله سكانها اكثر من 90 مليون نسمه، وانه الدوله المصريه تراجعت قدرتها على مدى ال 40 سنه الماضيه بكل اجهزتها ومؤسساتها وصلابه الشعب المصري، وانه ما مرت به مصر وشهادته كان الهدف منه دخول مصر في حروب تستمر لاكثر من 50 سنه، وانه التاريخ هيكتب ما قام به الجيش المصري خلال الفتره الماضيه للدوله من اجل تثبيت اركانها.
من المشاهد الأخرى كمان الرئيس وهو بيتكلم كانت أيضا في نفس الجلسة صناعة الدولة الفاشلة وآليات المواجهة، لأن هما كانوا اتنين آليات المواجهة، يعني جلسة انقسمت على شقين. الرئيس كمان أعلن أنه قالها بصراحة كده أنه الهدف من اللي حصل في 2011 أن يظل المصريون يتقاتلون مع بعضهم 50 سنة. وخلينا نتأكد بس من حاجة، أنه الرئيس يعني هو أول مسؤول في العهد الحديث من بعد الثورة الحقيقة يقدر ويثمن ثورة يناير، فما قاله الرئيس ليس انقاصا من ثورة يناير. احنا بنتكلم طبعا على المنزرعون تحت شعار الثورة، على اللي دخلوا التحرير ميدان التحرير يوم موقعة الجمل وسخنوا الناس وهيجوا الدنيا وعملوا فتن ورجعوا الشباب بقى أكثر غضبا حتى من الأول. احنا بنتكلم على هذه الفئة من الناس، الناس دي الحقيقة كان هدفها ان مصر ان احنا نقعد نتقاتل مع بعض لمدة 50 سنة قدام. ده لو كانت البلد استمرت كده كبلد لمدة 50 سنة قدام. الرئيس اتكلم في النقطة دي الحقيقة وقال انه الهدف مما حدث في 2011 هو أن يظل المصريون يتقاتلون مع بعضهم ولا يعودوا للواقع لمدة 50 سنة أو 60 سنة. وقال كلمة الحقيقة مهمة جدا، أنه الناس عايزة أداء جيد، بس الأداء الجيد مش هيجي دلوقتي، وأي نقد فيه هيبقى في محله، والنقد سيؤثر في ثبات الدولة، ولازم المصريين يعرفوا أننا هناخد مرحلة زمنية وبنحاول أنها ما تطولش وأن احنا نفضل متماسكين. من النقطتين اللي في الآخر اللي هقولهم في هذا الصدد، الرئيس كمان وهو بيتكلم كان بيقول عفوا، هيجي يوم التاريخ هيعرف فيه الناس الجيش عمل ايه، هيعرف فيه المصريين الجيش عمل ايه لتثبيت الدولة المصرية. دي كانت رسالة مهمة جدا الحقيقة، وقالها ان قال انه ربنا سبحانه وتعالى اراد لمصر وشعبها ان يكون لديها جيش على مستوى عالي جدا، وحيجي يوم من الايام التاريخ هيعرف كويس ايه اللي الجيش عمله للدولة المصرية، وانه الجيش مش بيدافع بس، انه عمل حاجات كتيرة جدا، منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف من اجل تثبيت الدولة المصرية في وقت كانت بتمر فيه بظروف صعبة جدا. الرئيس طبعا امبارح دخل مكتبة اسكندرية وتفقد المكتبة، ويعني اتكلم وقال كلمة كده خلال تفقده للمكتبة، قال انه سيتم، ده كان اعلان الحقيقة وايضا مهم جدا، وقال انه سيتم انشاء مكتبة عالمية خلال عامين هتكون توأمة لمكتبة الاسكندرية في مدينة العالمين الجديدة، واعرب في كلمته عن سعادته الكبيرة بتفقد هذا الصرح العظيم لما يمثله من منارة ثقافية عالمية. حقيقة انه قبل ما اقول اخر ثلاث، خلينا نقول كده يعني قبل ما اقول نقرا التوصيات كمان وبعض الاستنباطات كده او الصور اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي، انا قلت امبارح وانا في رسالتي على الهواء مع حضراتكم من الاسكندريه، كنت في منتهى الفخر اول يوم في المؤتمر في الجلسه الافتتاحيه وانا بسمع شباب المؤتمر وهم بيدعوا شباب العالم لمؤتمر عالمي. احنا عايزين ننطلق بقى من انه يكون مؤتمر دوري وطني ناشونال للشباب ليصبح من ناشونال او وطني لانترناشونال او دولي. الفكره دي اتقالت قبل كده في مؤتمر الاسماعيليه، ان احنا بنطالب ان احنا نوسع الموضوع، واتقالت في شرم، اتقالت ان احنا بنطالب بده، بس كان ممكن جدا في ظل حاجات كتيره قوي، لان مؤتمر زي ده حاجه يعني مهوله كبيره جدا تنظيما وتجهيزا وقصه كبيره جدا، فكان ممكن في وسط الزحمه والاحداث اللي عندنا في مصر ايه ناجل شويه الموضوع ده. كون الشباب اصر انه يفرض كلمته ويقول لهم يا ريس ويا حكومه احنا مصممين ان احنا نعمل المؤتمر ده وهندعو شباب العالم وهيجوا ان شاء الله باذن الله ويحضروا، دي كانت رسائل مهمه جدا. عارف يعني ايه لما تطلع ببساطه كده من غير فزلكه؟ عارف يعني ايه لما تطلع من مدينه شرم الشيخ ذا سيتي اوف بيس، مدينه السلام، لما تطلع منها من شباب من كل جنسيات العالم، حتى لو شاب او اتنين من كل بلد او من 20 30 بلد حول العالم، ساوث افريكا وامريكا وبلاد من اوروبا ودول خليجيه والمغرب العربي واوكرانيا وروسيا وهنا وهناك،
عارف يعني ايه لما تطلع ببساطه شديده جدا تقول together we unite against terrorism, together we unite against violence, against hatred, together we call for peace, love and respect. لما تقول رساله زي كده بمنتهى البساطه انت بتقول العالم كله احنا متحدين, شباب العالم متحد, دول العالم الحقيقه متحده, الشباب اللي هيخلي انظمته واجهزته هي اللي تتحد, تتحد ضد الارهاب, ضد العنف, ضد الكره, وتتفق على السلام وعلى المحبه وعلى الاحترام, الاحترام اللي هي طبعا جزء الاكبر منها تقبل الاخر. دي رسائل مهمه جدا الحقيقه. انا من دلوقتي متحمسه جدا ان شاء الله, يعني ربنا يدينا العمر, متحمسه جدا الحقيقه للمؤتمر ده, مؤتمر The World او International Youth Forum ان شاء الله باذن الله هيكون في نوفمبر 2017 شرم الشيخ باذن الله. نشوف مع بعض كده التوصيات, اهم التوصيات اللي طلعت وتم اعلانها بالمساء امس. الرئيس طبعا اوصى حكومه شريف اسماعيل. انا بحس يا جماعه انه في الجلسات الختاميه دي في المؤتمرات بحس ان الحكومه بتبقى قاعده مهندس شريف اسماعيل والوزراء قاعدين استر يا رب التوصيات جايه. ما هي التوصيات دي مش توصيات على ورق وخلاص, مش كلام بيتقال. ما هو دلوقتي كل مؤتمر لو تاخدوا بالكم في الجلسة الافتتاحية بتاعت كل مؤتمر شباب بيتعمل فيه زي يعني مراجعة لتوصيات المؤتمر اللي قبله, واتحقق منها ايه وما اتحققش منها ايه, ولو ما اتحققش منها ما اتحققش ليه يا حكومة. فيعني فلا في كده في حالة مراجعة حقيقية بخصوص التوصيات المؤتمر دي. أهم التوصيات مثلا دعم الدولة الكامل لمنتدى شباب العالم زي ما كنت بقول لحضراتكم عليه دلوقتي, اللي دعا عليه شباب مصر, دعوة رؤساء وزعماء الدول الصديقة والشقيقة لحضور هذا المنتدى, مشاركة الشباب الواعد في تكامل الحضارات والنقاش الجاد لصياغة رسالة سلام ومحبة للعالم. تكليف الحكومة تستعين بنخبة من باستعانتها يعني بنخبة من الشباب لتنفيذ ومتابعة استراتيجية 2030 وتقييمها بشكل دوري. طبعا كنا أيضا اتكلمنا مع حضراتكم بالأمس عليها, رؤية 2030 مصر 2030. تكثيف جهود الحكومة لتطوير محافظة الإسكندرية من خلال زيادة الحيز العمراني واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوسيع المحاور المرورية والبدء في تطوير رشيد الأثرية والانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بالبحيرة, البدء الفوري في طرح مناطق استثمارية في محافظة كفر الشيخ قبل نهاية العام, نظر الحكومة في جميع الشكاوى والمطالب اللي جمعها حبيب المصريين أبو أحلى ضحكة وأحلى ابتسامة الله يحفظه يا رب, الله يحفظه ياسين الزغبي. يعني عايز أقول لحضراتكم إحنا كنا واقفين امبارح معاه يعني عايزين نسلم عليه وعايزين نتصور معاه, والله العظيم فخر لأي حد. ياسين الزغبي الله يحفظه يا رب, الله يحفظه ويديم عليه ضحكته الحلوة. فاكرين الجوابات اللي ياسين سلمها للرئيس؟ جت في التوصية بقى, فخلاص مفيش وزير معني بجواب من دول مش هيشتغل في التوصية إن شاء الله. ما تقلقوش يا جماعة لأن التوصيات دي بتتراجع. نظر الحكومة في جميع الشكاوى والمطالب التي جمعها الشاب ياسين الزغبي نقلا عن شباب ورجال ونساء وفتيات المحافظات اللي زارها, وإفادة الرئيس بالموقف والإجراءات اللي هتتخذ, إعادة كيان ثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة, وإنشاء بورصة زراعية في وادي النطرون بالبحيرة خلال عام. ده ياسين الزغبي. ألف مليون تحية يا ياسين, ألف مليون تحية. يعني شاب مصري جميل الحقيقة. ربنا يا رب يديم عليك الابتسامة الحلوة الصافية اللي طالعة من قلبك, بالرغم من أنه الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك ممكن حد غيرك يبقى كفيل الابتلاء ده أنه هو يقضي على حياته من اليأس والبؤس والهم. أنت مش بس قررت أن الابتلاء ده ما ياخدش من عزيمتك, لا ده أنت قررت كمان تبقى بطل وتساعد غيرك وتوصل أصوات الناس لكل حد مسؤول. تحية ليك ياسين. أهم المكرمين طبعا كان طبعا في الجلسة الختامية كان في تكريم للمهندس عبد الله سعيد حسن مشروعه في تطوير التعليم, مهندسة ديكور شيماء كمال أبو الخير الحاصلة على أفضل قطع
أثاث في العالم ل 2016 المخترع بيتر إبراهيم كمال صاحب اختراع المتحف الذكي، دكتورة رشا السيد أحمد الشرقاوي الصيدلانية المثالية على مستوى الجمهورية والمشاركة في مبادرة محافظة البحيرة خالية من فيروس سي، الطالب ياسين الزغبي زي ما شفناه وهو بيتكرم دلوقتي صاحب الإعاقة اللي في رجله، الإعاقة الجسدية لكن صاحب الإبداع في الحب والعطاء اللي واجه تحديات وطاف عدد كبير من محافظات مصر بدراجته الهوائية لجمع شكاوى المصريين وعرضها على السيد الرئيس، طبعا الإعلامية الراحلة صفاء حجازي والله يرحمها ربه ويحسن إليها، وأيضا بطلة مصر والعالم لاعبة الاسكواش نور الشربيني. دول أبرز المكرمين. معنا تقرير هنشوفه حالا، لكن الحقيقة خليني يعني لو كنا كده عايزين نعمل تلخيص سريع أو مقتطفات كوتس كده أساسية لأهم ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار اليومين ولأهم ما استنبطناه نحن من حوارات الرئيس، فالصورة هم ثلاث صور ممكن نلخصهم. الصورة الحقيقة الأولى إن البشرية ستستمر في تطورها ولا بد من إعادة صياغة مفاهيمنا الدينية لمواكبة التطور البشري دون المساس بالثوابت الدينية، دون المساس بالثوابت الدينية، دون المساس بالثوابت الدينية. أنا قررتها ثلاث مرات لأن فيها رد كبير قوي الحقيقة على اللي بيقولك ما أنتوا عايزينها دولة علمانية، ما أنتوا عايزينها دولة معرفش إيه، أصلكوا مش عايزين شرع الله. أعتقد أنه العبارة واضحة وصريحة. الصورة الثانية اللي ممكن كمان تعبر عن نية حقيقية لهذا البلد، الاستعداد للتجاوب الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب ارتفع بين قيادات الدول. دي كمان نقطة مهمة جدا لأنه فيها رد، أولا فيها زي ما بقول توضيح لنية البلد، ها موقفنا إيه، مكملين المشوار ولا واقفين مكاننا ولا هنرجع، طب مصالحة طب مش مصالحة. الاستعداد للتجاوب الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب ارتفع بين قيادات الدول، وده كمان كانت رسالة للمشككين في مدى وحدة وترابط الرباعي العربي. التدخل في شؤون الدول ودعم الجماعات المتطرفة هو ما أدى إلى تخريب المنطقة العربية في السنوات الماضية. حقيقة هو ده اللي حصل بالظبط. قلت لحضراتكم امبارح في رسالتي من الإسكندرية الرئيس اتكلم على الإرهاب وطرح هذه الأسئلة، هذه الرؤى في جلسة اسأل الرئيس اللي كانت أول يوم في المؤتمر أول أمس، والحقيقة بعدها على طول عشان احنا طبعا نحب ننام متأخر وبنصحى بدري قوي عشان نلحق نروح لمكان المؤتمر، طبعا عشان الإجراءات الأمنية بناخد وقت طويل في الدخول، فأنت بتصحى من بدري قوي من 6 الصبح ولا حاجة، بتبقى صاحي تفتح على نشرات الأخبار لتعرف أنه الدول الرباعي العربي مش بس باق على اتحاده بل أنه أضاف أيضا واتفق على اعتبار 9 كيانات إرهابية وشخصيات. خليني أقولها لكم بسرعة سريعا قبل ما أقول الخبر. 9 كيانات أعلنها الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كيانات إرهابية، و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لدى الدول الأربعة مجتمعة. الكيانات: مؤسسة البلاغ الخيرية اليمن، جمعية الإحسان الخيرية اليمن، مؤسسة الرحمة الخيرية اليمن، مجلس شورى ثوار بنغازي ليبيا، مركز السرايا للإعلام ليبيا، وكالة بشرى الإخبارية ليبيا، كتيبة رافلس حاتي ليبيا، قناة نبأ ليبيا، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام بليبيا. الأفراد طبعا يبقى معانا دلوقتي حالا، يبقوا معانا اسمائهم على الشاشه، هتلاقي خالد سعيد فضل قطري، شقر جمعه خميس قطري، صالح احمد الغانم قطري، حامد محمد حامد كويتي، عبد الله محمد علي يمني، احمد علي يمني، محمد بكر يمني، الساعدي عبد الله ابراهيم ليبي، واحمد عبد الجليل الحسناوي ليبي الجنسيه. ايه التسع كيانات دي وايه التسع افراد دول؟ دول تم الاتفاق بين الرباعي العربي على خلاص وضعهم على قوائم الارهاب المحظورين لديهم. الحقيقه دي كانت دردشتنا للاخبار. نطلع بقى مباشره نتكلم مع ضيفنا الكريم
عن الإصلاح الاقتصادي ومؤشراته ونقاط أخرى مهمة جدا، ونفتح الاتصالات لحضراتكم تقولون شفتوا إزاي وتابعتوا إزاي هذه الجلسات. لكن مراسلنا العزيز عمرو موسى اللي كان موجود طبعا معنا في الإسكندرية كان لي بعض اللقاءات مع بعض الشباب المشارك والمنظم في هذا المؤتمر، وأيضا من بعض الوزراء زي دكتور علي مصالحي وزير التموين، دكتورة سحر نصر، يعني كان في مجموعة من الوزراء، السيدة غادة والي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، دكتورة هالة السعيد أيضا، والسيادة اللواء علاء أبو زيد، يعني مجموعة طبعا وزير البترول طارق الملا. كان في مجموعة الحقيقة من اللقاءات، زميلنا مراسلنا العزيز عمرو موسى أجرى هذه اللقاءات على هامش المؤتمر. كلمات سريعة قد تعبر بشكل كبير جدا عن رؤى، وزي ما اتفقنا بقى مش رؤية الوزير، ما بنتكلمش عن شخص الوزير، لأن الوزير مش دايم في منصبه، الوزير بيجي النهاردة وبيمشي بكرة، لكن عن رؤية الدولة. متابع معنا. التحديات احنا اتكلمنا عنها امبارح في جلسه الطاقه، وكنا بنتكلم على ان احنا كان عندنا فعلا السنين من 2011 2013 من بعد ثوره يناير وحتى ثوره يونيو 2013 كان عندنا مشاكل كتير جدا، ويمكن احنا شفنا ان احنا ودي بالنسبه لاي مواطن شافها في ازمات بترول مستمره. يعني ايه ازمات؟ يعني ما فيش بنزين في المحطات، طوابير طويله في السولار، ازمه انابيب بوتاجاز، انقطاع للكهرباء نتيجه انه الغاز مش مستمر. كمان كان نتيجة ده طبعا ان احنا كمان في نفس الوقت من ناحيتنا الشركاء الاجانب بتوعنا خافوا نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاستقرار الامني والاستقرار الاقتصادي، وتباطؤوا في عمليات التنمية المشروعات بتاعتهم. مديونيتنا ليهم وصلت ل 6.3 مليار دولار. فطبعا كل ده كانت تحديات كبيرة كنا لازم نقف ونتغلب عليها. احنا اليوم كانت جلسات الصباح في خاصة بقضية الحماية الاجتماعية، ودي اتكلم فيها عدد من السادة الوزراء، وكانت جلسة نقاش مفتوح. كان الأهم فيها هو حديث الناس أو الشبان والمواطنين اللي مشاركين اللي موجودين في القاعة. خطة 2030 إتمام هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، لازم يكون بالشراكة بين الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني. هي زي مشاركة مجتمعية مهمة جدا ومسؤولية مجتمعية. وإحنا بنتكلم كده في مئات المدارس الحقيقة بتتبني عشان نحل المشاكل الناس دايما بتتكلم عليها، زي الكثافة وزي المناهج، كل ده شغالين عليه. بنسابق الزمن، بقالنا شهور معدودة، إنما اللي حصل فيها كتير. وأنا متفائل جدا. برنامج تكافل وكرامة هو برنامج الدعم النقدي اللي بتنفذه الحكومة، اللي وصل لمليون 750 ألف أسرة، فيهم 8 مليون مواطن مصري، اللي بيتنفذ في 5331 قرية وعزبة ونجع. توسعنا في هذا البرنامج عشان نوصل ل 8 مليون مواطن مصري، بيضافوا إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاصل على معاش الضمان الاجتماعي، كده نبقى غطينا 3.5 مليون أسرة مصرية. تكلموا عن المشروعات الألبان، مشروعات الجبن، مشروعات دعم تربية الدواجن، كل الأفكار اللي اتقالت في هذا المقام كانت متميزة. وفي نفس الوقت كمان اتكلموا على موضوع زراعة لتوفير المكان والمية. مهم ان احنا نقول ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي هي اجراءات حتميه كان لازم تتم، واحنا ده عرضناه الحقيقه من غير ما نقول ان هي حتميه، ولكن قلت الارقام هي اللي هتوضح هي حتميه ولا لا. لما نبص النهارده على معدلات الاحتياطي في مصر، احتياطات البنك المركزي، بنلاقي ان هي كانت بتغطي فقط 3 اشهر واردات قبل اجراءات الاصلاح الاقتصادي. الحمد لله النهارده احنا بنتكلم على احتياطي بيغطي اكتر من 7 اشهر واردات. التحديات اللي كان فيها المشاكل يعني اللي انا سلمت فيها المحافظه، وكلكم الاعلام كله كان بيسالني هتعمل ايه في مشكله الميه، هتعمل ايه في مشكله الكهرباء، هتعمل ايه في مشكله و و و. فالنهارده بقول انا عملت ايه في دول بعد سنتين واربع شهور تقريبا؟ عملنا ايه في ده؟ برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بيتعمل بجراه الحقيقه يعني، ها، واللي اتاخر كثيرا، قاعده ينطلق منها، ها،
لكن ليست كل الجلسة كانت بتتكلم على التحديات الاقتصادية من وجهات نظر مختلفة من مختلف الوزارات المعنية بالتحديات الاقتصادية اللي مرت بها البلاد في الفترة اللي فاتت، وازاي ان احنا نقدر نوصل صورة صحيحة للمواطنين عن أهمية البرامج الاقتصادية اللي تم وضعها وأهمية التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها الدولة. المرة دي كان الموضوع مختلف شوية، كان التنسيق ما بين شباب الأحزاب وما بين الرئاسة مباشرة، وديت يعني اديتنا ثقه شويه ان هم بعتنا كشف الاسامي، والناس كانوا مرحبين بصراحه بالاسامي اللي اتبعتت ليهم، وشاركنا يعني كل حزب تقريبا ممثل في 3 أو 4 شباب موجودين. بمناسبة اسكندرية وجمال وحلاوة الاسكندرية والاسكندرانية واللي بيتولد في اسكندرية، النهاردة الحقيقة ذكرى رحيل أديب كبير جدا ولد بالاسكندرية 1898. حان هذا الأديب أثرى السينما المصرية والأدب العربي بالكثير والكثير من الأعمال، لدرجة أنه كتير منها تم ترجمته لعدة لغات مختلفة، زي مثلا نهر الجنون، السلطان، الخاص، أهل الكهف. هذا الأديب حصل على وسام قلادة الجمهورية اللي كان منحه لي الرئيس عبد الناصر. حقيقة مؤلف وعبقري ومبدع وكاتب كبير جدا، أعماله خالدة حتى الآن. أعتقد أنه الكثير الآن يعلم بالفعل عن من نتحدث، نتحدث عن الكاتب الكبير الأديب الكبير المصري العالمي توفيق الحكيم اللي بتحل اليوم ذكراه، وهو توفى الحقيقة عن عمر 89 وتحل اليوم ذكرى رحيله 30. نتابع معا هذا التقرير. أنا بعتبر نفسي لا أنا روائي ولا أنا فنان ولا أنا حاجة أبدا. إذا تحدثنا عن إحدى العلامات البارزة في حياتنا الأدبية والفكرية والثقافية في العالم العربي، فلا نجد سوى القلائل من رواد الرواية العربية والكتابة المسرحية في العصر الحديث، منهم توفيق الحكيم الملقب بأبي المسرح في مصر والعالم العربي، فهو أبو الكلمة. نشأ الأديب المصري في الإسكندرية عام 1898 من أب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية. التحق بكلية الحقوق وفي هذه الفترة اهتم بالتأليف المسرحي، فكتب محاولاته الأولى من المسرح مسرحية الضيف الثقيل والمرأة الجديدة، وكانت مسرحيته المشهورة أهل الكهف عام 1933 نقلة في الدراما العربية وبداية لنشوء تيار مسرحي عرف بالمسرح الذهني. تمتع في كتاباته بأسلوبه الخفيف الظل الرشيق، فقد كان يستمد أعماله من التراث المصري عبر العصور المختلفة، بداية من العصر الفرعوني والروماني مرورا بالعصر القبطي والإسلامي. وفي سنة 1959 قصد باريس ليمثل بلاده بمنظمة اليونسكو، كما منحته الحكومة المصرية أكبر وسام وهو قلادة الجمهورية، كما منح جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1961، كما حصل على قلادة النيل والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975. مزج توفيق الحكيم بين الرمزية والواقعية في أعماله، وقد اشتهر بلقب عدو المرأة، وسبب هذا اللقب هو كتابه شهادة توفيق الحكيم الأخيرة. له العديد من المؤلفات والتي تم ترجمتها إلى عدة لغات، مثل نهر الجنون وشمس النهار والسلطان الحائر والورطة
وإيزيس والأيدي الناعمة. تميزت أعماله بالعمق والفلسفة، فلم يهدأ له بال ويستقر له قلم حتى خط في دفاتره كل ما جاءت به خواطره من ذكريات. ومن كتاباته في السينما المصرية الخروج من الجنة عام 1967 بطولة فريد الأطرش وهند رستم، والمرأة التي غلبت الشيطان بطولة شمس البارودي، وكثير من المؤلفات الأدبية في مجالات الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات التي تجاوز عددها أكثر من 60 مؤلفا. توفي الحكيم صاحب القلم الواقعي الممزوج بالخيال عن عمر يناهز 89 عاما، تاركا لنا ولأجيال بعدنا إرثا أدبيا وثقافيا نتمتع به. فيجب على الإنسان أن يعرف كل شيء عن شيء ما، وأن يعرف بعض الشيء عن كل شيء. توفيق الحكيم. لما يكون يعني لقب عالميا وعربيا مش بس عندنا في مصر هنا، بأبو المسرح وأبو الأدب، أبو الأدب وأبو الكلمة، لقب بحاجات لم يلقب بها أديب من قبل، وبعدين وبعد سنوات ما شاء الله عشرات السنوات من العطاء يقول لك أنا لا حاسس نفسي فنان ولا أنا متميز ولا أنا أديب ولا أنا أي حاجة خالص. قمة الثقة بالنفس، قمة التواضع، وقمة الإيمان بأنه الحالة اللي انت فيها دي هي حالة حقيقية مش تصنع. انت عشقت الأدب فأصبحت فيه أديبا كبيرا جدا، لدرجة ان انت كل ما بتدي الأدب كل ما بتحس انك لسه عايز تدي أكتر لأنك ما اديتش كفاية. ده جيل العظماء الحقيقة، بس خلينا نتفق، يعني انا دايما متحمسه للشباب وكل حاجه تمام، بس يعني خلينا نتفق انه يعني من الجيل بتاعنا وشويه من الجيل اللي قبلنا على الاجيال اللي جايه بقى، يعني انك تلاقي هذا القدر من التفاني والادب والخلق الرفيعه، يعني ايه صعبه شويه لكنها موجوده يعني برضو ان شاء الله. النهارده كمان الذكرى الاولى لرحيل مخرج عبقري. لو هنتكلم عنه فنيا طبعا حيطول بنا الحديث، يكفي أن نقول أنه مخرج سينما الواقعية، المخرج الذي حصد على جوائز عالمية عديدة. لكن الحاجة المميزة جدا فيه الأول ما أقولها حضراتكم هتعرفوا هو مين، هو أنه فنان عاشق مصر لدرجة أنه عشرات السنوات كانت طول، هو ما كانش مصري، هو مش مصري، بس قعد عشرات السنوات حلم حياته انه ياخد الجنسيه المصريه. نفسك في ايه يا فلان؟ اخد الجنسيه المصريه. طب امنياتك ايه يا فلان؟ الجنسيه المصريه. طب عندك تكريم في فرنسا مش عارفه ايه على راسي، بس هي الجنسيه المصريه اكبر تكريم. وسبحان الله يشاء العلي القدير انه قبل ما يتوفى بمده قصيره جدا يحصل على الجنسيه المصريه. المخرج العبقري الكبير محمد خان اليوم تحل أيضا الذكرى الأولى لرحيله. شوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مباشرة نتحدث اقتصاديا عن الإصلاح الاقتصادي وبعض المشاهد والرؤى من داخل مؤتمر الشباب مع ضيفنا الكريم الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. إنهم يتذكروا الأفلام، هي الأفلام اللي هتعيش مش احنا. كان حلم الطفولة أن يصبح مهندسا معماريا، أما حبه كان صوب السينما.
الحب انتصر وانحرف حلم الطفولة لشغفه الأصيل في كل مراحل حياته. الجوائز راق لها أن تلازمه في بقاع عدة من صناع السينما المحلية والدولية، باريس والاتحاد السوفيتي وإسبانيا ودمشق، حتى أقاصي الغرب بلاد العم سام نالت شرف تكريم الراحل محمد خان. مصري الروح مختلط الجنسيات، فهو ابن لأب باكستاني وأم مصرية. واحد من أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر، تناولت أعماله الواقع السياسي والاجتماعي المصري. سعى خلال سنين عمره للحصول على الجنسية المصرية لآخر أيام حياته. ولد خان في حي السكاكين الشعبي بالقاهرة في 26 من أكتوبر عام 1942. حصل على الجنسية المصرية بقرار جمهوري بعد سنوات طويلة من المطالبة بها بإصرار لم يمل على تحقيق ما وصفه بالأمنية الغالية. عقب حدوث نكسة عام 1967 توجه إلى لندن مرة أخرى، ثم عاد إلى مصر عام 1977 ليبدأ رحلته مع الإخراج بفيلم ضربة شمس عام 1978. كما مارس خان كتابة السيناريو لبعض الأفلام مثل سواق الأوتوبيس الذي أخرجه عاطف الطيب عام 1982. حصل على جوائز من مهرجانات عالمية، من بينها جائزة التانيت الفضي وجائزة أفضل ممثل ليحيى الفخراني عن فيلم خرج ولم يعد من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي. كما حصد جائزة الصيف الفضي وجائزة أفضل ممثل لأحمد زكي عن دوره في فيلم زوجة رجل مهم من مهرجان دمشق السينمائي الدولي عام 1987. كما حصل فيلمه أحلام هند وكاميليا على جائزة أفضل ممثلة لنجلاء فتحي في مهرجان طشقند الدولي بالاتحاد السوفيتي عام 1988. ثم حصل فيلمه فتاة المصنع على جائزة الصحافة الدولية لأفضل فيلم روائي طويل من مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة. رحل مخرج الواقعية تاركا وقع وأثر كبير في تاريخ السينما المصرية. رحل محققا أمنيته الأخيرة بأن يكون مصريا. المتابع ليومي مؤتمر الشباب، المؤتمر الدوري للشباب الإسكندرية، هيقسم اهتماماته لجزئين، ربما جزء عام انه فكرة زي ما كنا بنتكلم طول الوقت الشباب بيشارك ازاي والشباب افكاره ايه وبيتكلم ايه، وجزء اقتصادي يتعلق بقى اللي هو كان بينقي كده الجلسات الاقتصادية او اي محاور اقتصادية ورؤى تم طرحها خلال هذا المؤتمر. في الشق الأول من يعني حلقتنا من في فقرتنا الأولى هنتحدث اقتصاديا إيه أهم الموضوعات التي تم طرحها في خلال هذا المؤتمر، وإزاي ممكن نشتغل على هذه الخطط، لأنه كلمة الإصلاح الاقتصادي الحقيقة أنه يعني أي حد في الشارع دلوقتي على طول بيقولك إصلاح اقتصادي، حتى أنه في ناس بتقولك لا اللي احنا فيه دلوقتي ده إصلاح مالي وليس اقتصادي. إصلاح اقتصادي ده يعني خطط لبرامج حماية اجتماعية وغيره، أمور كثيرة جدا حنوضحها ونتكلم فيها. لكن رحب بداية بضيفي الكريم الدكتور مدحت نافع، نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصاتي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. منورنا. ده شرف ليه. تابعت جلسات المؤتمر المختلفة وتابعت عدد كبير من الندوات. أنا هدخل مع حضرتك مباشرة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، وهو يعني your own concern زي ما بيقولوا كده. تابعت ازاي يا فندم الـ المناقشات التي تمت؟ خلينا مثلا نتكلم على جلسة الإصلاح الاقتصادي، ان هي طولت وكان فيها محاور كتيرة جدا. صحيح. شفتها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا بعتبر المؤتمر مؤتمر الشباب ده مؤتمر اقتصادي من الطراز الاول، خاصة هذه الدورة.
يعني الموضوعات التي تم تناولها من التنوع بمكان، بحيث نستطيع أن نقول ونجزم بأن الاهتمام الرئيس بالملف الاقتصادي والذي بدأ منذ الأيام الأولى لتوليه المنصب أصبح يشكل محورا هاما في تعامله مع مختلف القضايا. يعني حتى التناول لقضايا الأمن القومي وقضايا مختلفة لها علاقة بالدولة الفاشلة وغيره تناول البعد الاقتصادي والبعد الإداري بشكل كبير. أعتقد أن رؤية مصر 2030 كانت من الجلسات الهامة جدا. رؤية مصر 2030 أهملت منذ أن يعني غادر المنصب الدكتور أشرف العربي، نذكر هذا، أو أهملت إعلاميا يبدو، لكن أنا متأكد أن الدكتورة هالة سعيد تقوم بدور متميز جدا، بالعكس يعني كنت من أكثر وما زلت من أكثر المتحمسين لتوليها هذا المنصب باعتبارها اقتصادية من الطراز الأول. وبالتالي كنا نريد أن نعيد تسليط الضوء على هذه الرؤية. كيف للشعب أن يسير في برامج للإصلاح الاقتصادي في خطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل دون أن يعرف ألا أن الرؤية المستقبلية، ما الذي نريده من هذا الإصلاح، ما الذي نريده لمصر؟ وهذه الرؤية لا تفرض ولا توضع في شكل برامج حكومية لأنها أشمل وأعلى وأوسع من الحكومة، وهي رؤية يجب أن تكون شعبية. كنا نتابع على سبيل المثال إعلانات الرقابة، هيئة الرقابة الإدارية في التلفزيون، فأصبح هناك تواصل بين الهيئة وبين المواطنين فيما يتعلق بدور الهيئة في مكافحة الفساد ورؤية الهيئة 2014-2018 في استراتيجية مكافحة الفساد. لكن والرسائل كمان اللي بتبعتها الهيئة للمواطنين طبعاً إنه كل في مكانه يستطيع أن يحارب الفساد بالتأكيد بالزبط. وبالتالي هذه أمور مهمة، العامل والمدرس طبعاً والممرضة طبعاً وكل طبعاً واحد. يبقى أنا هنا أشرقت المواطن العادي في استراتيجية وضعتها الهيئة مصداقا لميثاق الأمم المتحدة وتكليف الهيئة بأن تقوم بمكافحة الفساد. هي الهيئة المنصوص عليها وفقا للاتفاقية في مكافحة الفساد في مصر، هي الهيئة المتولية هذا، هي هيئة الرقابة الإدارية، أصبحت تشرك المواطن في استراتيجيتها العامة التي وضعتها 14-18 وهي قصيرة. ده يمكن امبارح كمان في المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة لقاعدة البيانات، وأنا بجد أنا أول ما استلمت السكاديول أنا سقفت، أخيرا هيبقى عندنا حاجة اسمها مشروع قومي لقواعد البيانات. الحقيقة أنا عرض علي هذا المشروع في سياق آخر، أنا يمكن ما تابعتش جلسة امبارح، لكن عرض علي في سياق آخر وسياق متخصص جدا، ويعني سعدت كما تفضلتي حضرتك، ويمكن نقول كمان نقط كثيرة في هذا الموضوع. كويس إن حضرتك فتحتي. هنتكلم فيه. بس فأنا بتكلم الاستراتيجية 2030 كانت مهمة جدا، فإن أنا بعيد تسليط الضوء على هذه الرؤية عفوا مرة أخرى، وبالتالي بفتح المجال، وده حتى في التوصيات اللي أوصى بها رئيس الجمهورية في الآخر للحكومة، أن تكون هناك آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، ودي من أول التوصيات اللي كنا بنقولها عند إطلاق هذه الاستراتيجية. الإصلاح الاقتصادي موضوع عريض جدا وكبير جدا، تفضلت حضرتك بإثارة يعني شق هام جدا، هل هو إصلاح اقتصادي فقط أم مالي، أم أننا نركز على جوانب محاسبية في الموازنة العامة للدولة ونركز على جوانب أخرى متعلقة بكيفية تسيير الأمور الحياتية وردود أفعال في معظم الأوقات، دي نقطة مهمة. عارف يا دكتور مدحت، اسمح لي بس أقول لحضرتك ده وجهة نظر شخصية، قد مش شخصية، وجهة نظر كتير بيقولوها ممكن أكون غلطانة فيها، حضرتك صلح لي لو أنا غلطانة. المشكلة اللي بتحصل إيه؟ إيه اللي ساعات بيفقد المواطن الثقة، بيفقد المواطن بيخليه يفقد الثقة في الحكومة؟ ان انت طول الوقت مثلا تلاقي محافظ البنك المركزي على وزير الماليه على كذا بيقول لك ايه والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي، فالمواطن بيردد الكلمه، فيجي حد اقتصادي، حد بحسن نيه، حد بسوء نيه ايا كان، يطلع يقول لك يا جماعه اللي بيحصل ده مش اصلاح اقتصادي، اللي بيحصل ده هو اصلاح مالي، مالي، سياسات مصرفيه، سياسات نقديه، لكن الاصلاح الاقتصادي ده يعني برامج الحمايه الاجتماعيه. فالمواطن لما يسمع ده يشك، يقول لك ده انتوا بقى على كده بتضحكوا علينا على طول الخط. انا نفسي طول الوقت يبقى عندنا صراحه وشفافيه، والشخص المعني هو اللي يطلع يتكلم، مش اي حد يطلع يتكلم ويقول لك اصلاح اقتصادي ولا مالي. هو انا متاكد ان اللغط اللي اثير متعلق بالتنفيذ وليس بالنوايا، يعني انا متاكد ان نوايا الاصلاح موجوده لدى الجميع، وانا باخدها بشكل مبدئي، ونوايا الاصلاح الشامل الاقتصادي المستدام كمان اشمل من الاقتصاد الاقتصادي من غير ما نحط كلمه مستدام موجوده بشكل كبير جدا. البرنامج اصلاح اقتصادي شئنا ام ابينا، حينما نقراه هو برنامج اصلاح اقتصادي، وفيه البعد الاجتماعي تم مراعاته بشكل كبير، وتم مراعاته ايضا في الموازنه العامه الجديده، واذا اضفنا اليها كمان قرارات الرئيس المتعلقه بزياده مخصصات كثيره منها الدعم النقدي وخلافه، سنجد ان الشق البعد الاجتماعي موجود حتى في اتفاقيات الصندوق التي تحدثنا عنها كثيرا، والتي يظن البعض انها مملاه علينا من الخارج بينما هي برنامج وطني خالص.
فبالعودة إلى هذا نجد أن الإصلاح الاقتصادي كي نسميه إصلاحا اقتصاديا معتبرا يجب أن يشمل مختلف السياسات الاقتصادية، سياسات نقدية، سياسات مالية، سياسات تجارية، في ناس بتنسى كلمة تجارية دي مهمة جدا، وكما تفضلت حضرتك تبعات هذه القرارات على المواطن، على التنمية بشكل عام وليس على النمو كرقم، على الدين العام خصوصا وأنه يرتب أعباء على الأجيال المستقبلية، وهنا يتعارض مع فكرة الاستدامة. لذا علينا دائما أن ننظر نظرة شمولية. بطبيعة الحال وزير المالية حينما يتحدث سيتحدث في الشق المالي، ونحن ليس لدينا وزير اقتصاد، دي دائما نقولها، عندناش وزير اقتصاد. فلما بقى عندنا وزير تخطيط اقتصادي عندنا أمل أن وزيرة التخطيط يعني تتجرد لهذه المهمة في مخاطبة الناس فيما يتعلق بأمور الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي في مجمله. هذا بدأ في مؤتمر الشباب الذي لا أعتبره مؤتمر للشباب، هو ضم شباب وضم كهولا وضم شيوخا وضم العديد من يعني المشارب المختلفة علميا وثقافيا والأعمار المختلفة. لماذا؟ لأنه بنعتبره منتدى كبير، منتدى بنستمع فيه إلى آراء مختلفة كثيرة جدا. أعتقد أن حتى البرلمان لا يتطرق إلى مناقشات من هذا النوع حينما يتناول قضية مهمة زي قضية البرنامج الحكومي الذي نقول عنه، الذي تحدثنا عنه منذ قليل. لذا المجموعة اللي كانت موجودة واللي اتكلمت يعني أثرت النقاش وزودت فيه يعني جوانب كثيرة جدا مضيئة. أنا لا أطمع أبدا أن يأتي الشباب بحلول لمشكلات اقتصادية هيكلية خطيرة بصراحة، يعني أنا خصوصا الشباب غير متخصص مثلا، يعني لا أطمع في هذا، لكن أطمع أن أرى الشباب يضع حلولا لمشكلاته هو التي يعيشها ويعيشها كل يوم. ده أحب أسمعه منه وأشوفه. شفنا نماذج يعني حاولوا يحاكوا فيها للدولة، حاولوا يحاكوا فيها، شفنا رؤيتهم لمشكلات الاقتصاد الكلي، لكن عايزين برضو نشوفهم بشكل كبير جدا في مشكلات خاصة بيهم. كل واحد عنده مشكلة في الحي بتاعه هيتعامل معها ازاي، كل واحد عنده مشكلة في الشارع بتاعه هيتعامل ازاي. صحيح ده لازم يأتي في إطار رؤية عامة وفهمه لفكرة الإصلاح الاقتصادي وفهمه دوره هو في المجتمع، لكن هنبعد بقى عن الشق التعليمي، عايزين نخش في الشق العملي. وده يجيبنا بقى لان احنا بدانا نتطرق الى مشروعات بعينها، مشروعات تفصيليه تم عرضها في هذا المؤتمر. طيب لما سمعت عن، بما انه حضرتك مهتم قوي بالحديث عن جلسه رؤيه مصر 2030، لما سمعت انا تقريبا احنا كان في 7 وزراء القوا برزنتيشنز، رئيس الوزراء نفسه كان طبعا شفت ازاي رؤيه كل، مش هقول وزير، كل وزاره لمصر في 2030 شفتها اهداف مقبوله اتشيفبل ولا غير قابله للوصول اليها؟ الحقيقه منذ وانا ولا دون مستوى، يعني كان يعني ممكن جدا حد يقول لك انا اوبجكتيفز بتاعتي 1 2 3، تقول له لا انا متوقع منك اعلى من كده، علي لي سقف طموحاتك والاهداف، لانه احنا بنمشي مفروض نمشي بسرعه اكتر من كده. انا يعني بشكر حضرتك جدا على السؤال لانه سؤال قوي جدا. ليه بقى؟ لان احنا حاطين اهداف الحقيقه انا ازعم انها مكتوبه بشكل كويس قوي، وأزعم أن الآلية اللي تم بيها صياغة رؤية مصر 2030 بالاستعانة بجهات متخصصة كانت جيدة للغاية. لكن الوصول إلى هذه الأهداف يحتاج إلى عتبات نعدي من عليها، محتاج إلى خطوات نعدي من عليها، ومحتاج إلى آليات عشان أراقب بيها هذه العتبات وأقول أنا هنا وصلت إلى نسبة كذا، أنا حققت نسبة كذا، أنا هقدر أوصل للرقم الفلاني. على سبيل المثال حينما نقول مثلا أن أنا بطمح، ده عن الرؤية، يعني لما بقول ان انا التضخم المستهدف 13%، التضخم الان وصل الى ما يقرب 32%، تضخم او 33% في، يعني انا عايز انزل حوالي 20% تضخم. هل انا ممكن اوصل لده في خلال السنه دي؟ امل ان احقق هذا. فانا سعيد ان البنك المركزي يعلن عن ان هذه هي خطته لاستهداف التضخم، لكن الاليات اللي هتوصلني ده انا مش شايفها. لا ومش معلن عنها. ثانيه واحده، مش بس الاليات، والقرارات اللي بتتخذ بالفعل، والقرارات يعني اللي لما نرفع عكسي. سعر الفايده هنعمل صحيح يعني هو المفروض عشان احقق التضخم، يعني امتص اثار التضخم واقلل المعروض النقدي. ما انا بقلل المعروض النقدي فبقل التضخم، بس ده يتوقف على فهمي لازمه التضخم وتشخيصي ليها. هل هي ازمه؟ هي مجموعه اجراءات مع بعض لازم تحصل، مش حاجه واحده، مش قرار واحد. وتشخيص اقتصادي، هل هي جايه من سبلاي شوكس؟ هل هي جايه من صدمات عرض ولا صدمات طلب؟ ما دي مهمه جدا يفهمها الاقتصادي مش المصرفي قوي. يعني ايه؟ يعني هل هي جايه من ان التضخم اللي حصل ده ان انا ما عنديش انتاج كافي؟ هل الطلب اللي عندي هو اللي كتير ولا المعروض عندي هو اللي كتير؟ بالظبط كده. اللي حصل عندي ازمه فين؟ انا عندي ازمه في العرض، ايه القليل فيهم؟ القليل العرض، وبالتالي انا بستورد،
وبالتالي الدولار بالنسبة لي بيمثل أهمية كبيرة جدا، عشان كده لما بتغير بتتغير الأسعار بشكل كبير جدا. وعشان كده هنرجع تاني لنفس النقطة بتاعت لازم تشغل مصانع وتعمل مشاريع واستثمارات عشان كده توفر فرص عمل وتقلل البطالة فتقوم تقلل المستورد وتزود الصادرات. ده حل مستدام بقى، يبقى أنا عندي جزء مزمن، مرض مزمن في الـ في الـ في الانفليشن، في التضخم بتاعي حوالي 15% أصلها كله جاي من عرض وطلب على بعض، ولكن الجديد اللي وصلني ل 33 كلها صدمات في العرض، ان انا ما عنديش معروض يكفي حاجه الناس من الانتاج المحلي. فلما اطلع بسعر الفايده انا بقلل العرض، اللي كفايه عندي المعروض المستورد الاجنبي مثلا، ده مثلا زي الفل وده مأثر على ميزان التجاره ومأثر على الاسعار برضو، لان الدولار غالي جدا غالي جدا، فأثر على اسعار السلع، وباخد بضطر اسحب من الاحتياطي النقدي عشان ادفع بيه بالعمله الصعبه، فده بيأثر لي على الدولار عندي. بصي بقى حضرتك دلوقتي لما نرفع سعر الفايده انا بعمل ايه؟ انا بغلي سعر الفايده على المستثمر اللي عايز ينتج، يبقى انا بقلل الانتاج بقلل المعروض. ده مثال صغير يعني، فبضرب لحضرتك ان حتى السياسات اللي بتتخذ او القرارات اللي بتتخذ في اطار تحقيق الهدف لما تكون بتوديني سكه تانية ممكن انا مش اتشكك بس اتساءل، وده حق. فاذا تساءلنا هنا هل ما عرض عوده الى باء 2030، هل ما عرض من اهداف هناك سبل وسياسات وقرارات تؤدي اليه ام انها تتنافر معه؟ مؤتمر الشباب ده وغيره من ادوات ورك شوبس، لازم يبقى فيه ورش عمل كتيره جدا تناقش المواضيع دي بجدية، هو ده اللي هيوصلنا فعلا إلى الحلول المثلى لتحقيق الأهداف. حضرتك في الدقائق الماضية دي يعني إيه اتكلمت على الكعبلة الاقتصادية اللي عندنا، خلينا نقولها كده. أيوه. هل شفت أنه المؤتمر بصراحة في مجمل جلساته خاصة تلك المتعلقة بمناقشات اقتصادية، هل شفت أنه طرح رؤى حقيقية ليها علاقة بالواقع اللي احنا فيه؟ بالتأكيد اشتبك مع الواقع، وفكرة وجود مثلا مجموعة من الشباب غير المتخصص يطرح سؤال، ما السؤال ده بيعبر عن المجتمع غير متخصص، لما يطرح سؤال وقوة شديدة وبيطرحه للوزير المختص والوزير عليه أن يرد رد مقنع ليه، وللرئيس الجمهورية اللي قاعد بيحضر الجلسات، والرئيس الحكومة اللي قاعد بيشوف، والأجهزة الرقابية اللي بتراقب أداء هذه المؤسسات، ده امتحان مهم. عشان كده بقول لحضرتك هو ده شق رقابي ما شفناهوش في البرلمان بصراحة، وفي شق تشريعي كمان، لأن احنا عندنا تصورات لتعديل تشريعات. يبقى أنا بعمل برلمان شعبي إلى حد كبير، مش مؤتمر شباب بأثير فيه قد نختلف على أمور تنظيمية وبتتحسن على فكرة. يعني أنا كان رأيي في المؤتمر اللي فات أن في مشاكل تنظيمية من نوع معين ليها علاقة باختيارات لكن بتتحسن. أنا شايف أن في تعلم، وتعلم مهم جدا، وشايف أن في تحسين لطبيعة التمثيل العناصر المختلف، وشايف أن في موضوعات بتثار مشتبكة بشكل أساسي مع المجتمع. لما بنتكلم على موضوع المعلومات اللي حضرتك تفضلت بيه، لو عايز أنا أتطرق إليه دلوقتي يا ريت. لا يا ريت اتفضل. أنا كنت في منتهى السعادة وأنا بسمع كلمة المشروع القومي لقواعد البيانات المتكاملة. الحقيقة هي الرقابة الإدارية عاملة شغل حلو جدا ممتاز. لما نبحث عن الدور اللي بتقوم بيه وفقا للقانون، هي بتبحث عن، ممكن الأول بس حضرتك تشرح للي مش لسه مستوعب قوي إيه أهمية أن تعمل الدولة على قواعد بيانات. صحيح. عودة إلى يمكن عام 2002 أنا كنت بشتغل في مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، كان هناك مشروع كبير نحن بنتكلم على قاعدة بيانات مصر سميناه كده. المشكلة عندي إيه؟ المشكلة أن أنا وأنا شغال في مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، البيان اللي بيجي لي من الكابمس، اللي بيجي لي من جهاز مركز المحاسبات، مختلف عن البيان اللي بيجي لي من وزارة التخطيط، مختلف عن البيان اللي بيجي لي من وزارة المالية. نفس البيان، نفس الرقم، المفروض يكون موحد، كل واحد بيجيب حاجة مختلفة. طيب يبقى انا محتاج يبقى عندي قاعده بيانات موحده نتكلم بيها عن مصر، لما اكلم مؤسسه اجنبيه، لما اكلم الشعب، يبقى في قاعده بيانات موحده. بلاش البيان على مستوى الفرد الواحد، وهنا بقى اللي هكلم عليه على المشروع الجديد. مستوى الشخص حضرتك عندك رقم قومي، الرقم القومي ده مربوط بايه؟ مربوط بكل حاجه ليها علاقه بحياتك، مفروض يكون مربوط بامور متعلقه بصحتك وبعلاجك وبالدعم اللي بتستحقيه، ده مهم جدا النقطه دي، ومرتبط بدخلك ومرتبط بوظيفتك. يبقى عندي معلومات عن المواطن المصري من مختلف الجوانب اللي ممكن تخليني اتعامل معاه بشكل يعني على سبيل المثال، عشان بس نبسطها على الناس، عشان في ناس بص بصراحه شديده قوي، في بعض المواطنين يقول لك ايه، ما تقعدش تكلمني في حاجات مكلكعه، قول لي الحاجه الفلانيه دي او المشروع ده هيعود عليا بالنفع في اكلي وشربي وتعليم ولادي بايه. طبعًا. يعني على سبيل المثال لما الدوله يبقى عندها قواعد بيانات دقيقه ومتكامله وحديثه اول باول، لما حضرتك تكون مستحق انك تدخل مثلا تاخد معاش او تكافل وكرامه وتروح تقدم،
توافق لك على الموضوع ده بسهولة وبسهولة بدل ما تبقى انت قاعد ومتحصر لانك شايف فلان ده بياخد التكافل والكرامة وانت عارف ان هو ما يستحقوش لان هو عنده دخل تاني مثلا. انا بدي مثال بسيط صحيح أو. لا ومشاكل كتير جدا هيقابلها المواطن العادي اللي بيتابعنا دلوقتي انه يروح برقم قومي يلاقي في مجال في مكان معين وليكن عشان ياخد معاش يصرف معاش او غيره يلاقي يقول له لا ده الرقم ده الاسم ده موجود والرقم ده موجود كان في اخطاء في الرقم القومي نفسه الرقم ده موجود لشخص تاني فلازم نرجع للاسم الرباعي ولازم نرجع وخطوات واجراءات رهيبه. يا دكتور مدحت مش في ناس كانت بتروح تنتخب بطاقات ميتة. ناس ميته ميته كل ده بقى مش هيحصل لان انا بحاول احول المجتمع كله الى مجتمع رقمي هيساعدنا في ايه كمان هيساعدنا في التحول الى الاقتصاد غير النقدي مش احنا قاعدين نقول طول النهار مش عايزين بقى نصرف فلوس كلمني بقى على الحته دي طبعا لان عشان انا في موجه كده في صوت من الحكومه طالع كده بخصوص الاقتصاد غير النقدي كلمنا عن ده يا دكتور طبعا يعني احنا كلامنا كله دلوقتي الاقتصاد النقدي ليه عيوب كتيره جدا مش بس طباعة الفلوس وتكلفتها وما الى ذلك والمعروض النقدي لما بيزيد بسبب الطباعه اللي عماله على بطال وغيره وغيره لا في مشاكل كتيره مرتبطه بغسل الاموال الناس بتغسل الاموال من ان هم بالكاش يتحركوا بالكاش ويصرفوا بالكاش تلاقي واحد دلوقتي رايح يشتري بيت كبير وثمنه مثلا 2 مليون جنيه راجل يقول لك لا ما باخدش تحويل بنك اديني هات لي فلوسي كاش الكلام ده ما ينفعش لو خدهم كاش بقى دلوقتي بعد ما نتحول للاقتصاد اللا نقدي مش هيعرف يعمل بيهم حاجه طب البنك مش هياخدهم طيب هتكون محكومه ازاي يا فندم هتكون محكومه بليمت معين في التعاملات هو طبعا انا مش عايز استبق شغل جهاز المدفوعات لان ده في جهاز قومي شغال في القصه والجهاز ده هيقوم بوضع حدود حد اقصى للتعامل النقدي مش هنزيد عنه احتمال في مرحله متقدمه نوصل لتبديل عمله تبديل عملة دي اتعملت في الهند بس كان ليها مشاكل كتير احنا ممكن نعملها بشكل انجح لما نتعلم من تجربه الهند عمله قصاد عمله عمله مختلفه تغير العمله ما انت عندك دلوقتي ناس معاها فلوس ملايين في البيوت لو انا جيت غيرت العمله بدي مهله لتغيير العمله العمله تتغير كل البنك نوت ده يتلغي بس يتلغي في مهله مثلا ولتكن 6 شهور مثلا في خلال ال 6 شهور ده البنوك هتستقبل العمله القديمه تمام لو معاكي بقى حضرتك مليون جنيه في البيت من العمله القديمه هتعملي بيهم ايه لو ولا حاجه فما عنديش حل غير ان البنك. انا في 6 شهور ارجعها البنك تدخليهم البنك اصبح النظام المصرفي قوي جهاز مصرفي قوي في احتياطيات كافيه يقدر يقوم بدوره في التنميه وان هو يدي قروض يمنح قروض تساعد على تشغيل عجله الانتاج اصبحت حضرتك ما ينفعش تتعاملي تمولي ارهاب وتمولي مخدرات وما الى ذلك بالاموال الكاش ولا تقدري تهربيها بره اصبحت تستطيع ان انت تتحركي بشكل منظم وقابل للرقابه يعني تحت رقابه الرقيب اللي هو البنك المركزي المسؤول عن الجهاز المصرفي ده نقطه من النقط يعني طبعا لما يكون عندي قواعد بيانات سهله وما الى ذلك ده بيسهل لي الوصول الى ايه مزايا انا يعني لا اريد ان استبق معك الاحداث برضو بس عشان يعني انا بحب دايما يبقى المواطن كده قاعد مصحصح كده وعارف الدنيا فيها ايه والدوله بتفكر في ايه وتمشي في ايه وكده لو بافتراض انه طبقنا الاقتصاد الغير نقدي مميزاته ايه وعيوبه ايه حضرتك قلت ان الهند لما طبقته كان عندها اللي هو التغيير العمله كان في بعض المشاكل قابلتهم احنا لو طبقنا نظام الاقتصاد الغير نقدي بوضعنا الحالي اللي احنا فيه ببعض مشاكلنا المصرفيه اللي لسه عندنا لغايه دلوقتي ميزته ايه وعيبه ايه هو لو في مشاكل محتمله فهي متعلقه باليات تطبيقه فقط يعني لو انا ما عملتش حسابي في المهله انها تبقى كافيه فبقى عندي اللي حصل في الهند ان كان في كيوز رهيبه كان في طوابير طويله جدا قدام البنوك والناس عايزه تلحق ترجع الفلوس ومش عارفه وكان وصغروا قوي حجم العمله المقبول يعني قال لك يعني ما بقاش في مثلا عمله احنا دلوقتي 200 جنيه تخيل انها اتلغت خالص لان هو عايز يصغر الوحدات فبتضطر تدفع بتحويل بنكي يعني مثلا ال 200 دي تقدري بخمس ورقات 200 بقى معاكي 1000 جنيه لما تتلغي ال 200 وتبقى اكبر ورقه مثلا يعني 5 جنيه عشان تدفعي ال 1000 جنيه تعمل ايه؟ فهتبقى صعبة جدا مستحيل فبيصعب على الناس فبيلغي الفئات الكبيرة مثلا فهو عمل إجراءات صحيحة لكن ليه ممكن يتجه لإلغاء الفئات الكبيرة؟ ما هو ده نوع من التحفيز على أن أنت ما تدفع ما مش معقول هتقعد تلم كفك هتدفع بتحويل بنكي هو بيشوف كل الطرق ممكنة عشان بالتأكيد يدفعك أنك تروح تغير هتدفع هتتحول هتدفع إما بتحويل باستخدام الموبايل هتحول فلوس باستخدام ال الاقبال على فوري هيبقى عالمي وغيره بقى وغيره مشروعات كتير ده هيبقى مشروع صغير قد كده ده هيبقى كل يوم في مشاريع والفينتك هيبدع بقى اللي هو بنسميه الفاينانشال تكنولوجي او التكنولوجيا الماليه هيبدع في استحداث اليات ووسائل للمدفوعات ابلكيشنز بقى كل حاجه احول لك فلوس من حاجه لحاجه أحسن. فالناس هتستريح واحنا شعب بطبيعته الحقيقه ديجيتايزد او يعني احنا شعب رقمي يعني احنا بنحب احنا من اصغر واحد موجود في الشارع اللي بيبقى عنده موبايل واثنين وبيسهل بيه شغله
يعني بيقدر يروح بيتكلف بيه بمهام بالشغل بالموبايل بتاعه. فان انت هتستخدم مثلا الادوات اللي انت متعود تستخدمها في الفن وفي اللعب وفي الهزار وفي الشغل هتستخدمها كمان في التحويلات النقديه وفي التعامل بين الناس، ويخلوا الفلوس العمله تبقى موجوده بليمت معين. الكاش لازم هيفضل موجود. مفيش حاجه ان انا ادخل محل اشتري هدوم ب 4-5-6 آلاف جنيه وادفعهم بقى خلاص بقى. حتى حضرتك انا يعني كنت في باريس قريب جاي بدفع في حاجه وتكنولوجي بشتري حاجه صغيره الحقيقه ومتخيل ان هدفع كاش، ما ناخدش كاش خالص كله كان بالكريدت. كريدت وفي كريدت بقى من بيتعمل لهذا البنك من حساب لحساب خلاص. والكريدت بقى في كمان كريدت دلوقتي بيتعمل للمشتريات يعني الجروسري الخضار بيشتروه كله بكريدت معمول لكده وبيتعمل بقى بيبدع بقى البنوك ان يطلع لك منتجات، وانا بحض الجهاز المصرفي انه يعمل كده يطلع لك منتجات بنكيه انك تسدد بالتقسيط بدون فوائد. بس يعني انا ممكن مثلا عم سعيد الفكهاني اروح له اقول له انا عايزه 2 كيلو موز بلدي وهدفع لك بالكريدت؟ طبعا بالكريدت. ايه المشكله بالموبايل؟ ممكن احلم ان احنا رقمك كام هحول لك الرقم، ممكن احلم ان احنا نوصل لده في يوم من الايام. احنا كنا نحلم ان انت نركب عربيات زي شركات معينه دلوقتي بتقوم بخدمات كانك راكب تاكسي وما تدفعش حاجه. الابلكيشنز اوبر وكريم وكده عادي. انا يعني عشان ما بقاش اعلان. لا احنا بنقولها عادي عشان بنتكلم عنه كتير. طيب اروح بنجيب سيرتهم كتير، اركب اوبر وكريم وبعدين انزل من غير ما ادفع اي حاجه خالص. صح، ما كنتش متخيل ده وبتخصم من الكريدت بتاعي. يعني وارد ده يحصل. هيحصل وهيتطور وده مفيد للجميع. نفسي نبدا نرتقي في كل تعاملاتنا يا فندم. ده يبقى وطبعا جميل. طبعا الارتقاء الاكبر والاعظم والاهم من كل التطبيقات والتكنولوجي دي هي الارتقاء في اخلاقنا. ده اكيد والشعب المصري قابل للتعلم، والشعب المصري بيحب يطور نفسه وبيحب الحياه. هناك من يدفع الى نبطل نرمي القمامه في الشارع، ونبطل نشتم بعض في الشارع، ونبطل حد اكتر على حد نقوم راكنين العربيه ونازلين ضربين بعض في الشارع. يعني بطل بس شويه الحاجات دي احنا نبقى زي الفل ان شاء الله. فيها شق سلوك وفيها شق انفاذ قانون. حينما ينفذ القانون خصوصا في الاول، اذا نفذ القانون بقوه وبحسم حبه الناس تتولد اجيال جديده كلها عارفه ان ده مش قانون، ده اخلاق ودي تقاليد، ويرجع ماده الاخلاق تدرس في المدارس تاني زي زمان. طيب اسمح لي قبل ما نكمل حوارنا ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه. معانا الاستاذ عبد اللطيف من المنوفيه. يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه منى، صحيح حضرتك ولضيف حضرتك الكريم، كنت منوره اسكندريه. ربنا يخليك. اللي بيحصل في مصر النهارده شيء غير مسبوق يمكن في العالم كله. وده احنا متوسمين فيه من ساب برايس. ما قلنا احنا بنفوضه يمسك رئيس الدوله من 3 سنين مش دلوقتي، لان احنا عارفين ان هو اللي عمله للبلد وكونه يحرر مصر من الاحتلال الارهابي، احنا بنعتبره احتلال ان شاء الله، وفكره سابق عصره باذن الله. انا بس عايز ارد على الضيف الكريم اللي يمكن دلل بالهند. الهند تعتبر من اقوى اقتصادات العالم حقيقة. عاوزين الاول نقوي اقتصادنا بايه؟ برؤيه مواطن بسيط. يعني احنا ما عندناش ميزه في العالم خالص، يعني العالم مش محتاج لنا حاليا في حاجه، مع العكس ان احنا كان ممكن يبقى لنا ميزه وهويه انتاجيه مش موجوده في العالم كله. اتمنى ان يكون سياده الرئيس سامعني. احنا كان ربنا حدانا بالقطن المصري طويل التيله اللي مش موجود في العالم زيه. لو احنا تخصصنا في صناعه هذا القطن طويل التيله اللي اطول تيله في العالم ومش موجود، والابحاث اتعملت، مش هنخد الدول في اسرائيل وفي امريكا على انهم يوصلوا التيله عندهم للقطن بتاعنا؟ ما حصلش. طيب يبقى ميزه مش موجوده. اذا عملنا مصانع تنتج القطن ده هو كملابس ولتكن ملابس داخليه ونغزو بيها العالم كله، هيبقى عندنا ميزه وهويه انتاجيه مش موجوده في العالم، الناس هتحتاجنا. انما احنا النهارده اقتصاديا الناس مش محتاجانا ولا تعرف عنا حاجه. كل اللي لسه عرفوا عننا، خلينا نتكلم بصراحه، الاهرامات وقناه السويس للكيانات الاقتصاديه الكبيره. احنا عايزين كل بيت في العالم يعرف هي مصر إيه اسمها ايه وبتنتج ايه والميزه اللي عندها ايه. نتمنى ان احنا نرجع مصر لسابق عهدها ونزرع 2-3 مليون قطن قدام قطن، ويبقى مصانعنا بتشتغل على القطن. مش عيب ان احنا نتخصص. هولندا بتنتج لبن ومنتجات لبن، ويمكن من اعلى اقتصادات العالم واعلى دخل في العالم في هولندا. المانع ان احنا نتخصص في صناعه القطن المصري طويل التيله ونغزو به العالم؟ نتمنى. دي رؤيه من مواطن بسيط. شكرا يا فندم.
بشكرك يا استاذ عبد اللطيف جزيل الشكر. ليك تعليق الاول قبل ما اسالك سؤال؟ هو الحقيقه انا بشكره طبعا كده. احنا يمكن من مزايا الاقتصاد المصري التنوع، احنا الاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقه، وده اللي بالنادي بيه مثلا جذب الاستثمارات العربيه، وبالنادي بيه جذب استثمارات مختلفه من الريجن، من المينا ريجن اللي بنتكلم عنه، او من اقليم شمال افريقيا والشرق الاوسط وغيره طبعا من اقاليم. فده التنوع ده اكسبنا ميزه نسبيه، لكن علينا ان نعمل على ان احنا يعني نستفيد من المزايا النسبيه والمزايا التنافسيه اللي لينا في اكثر من مجال. الكلام عن القطن المصري ده كلام فعلا يثير شجون، والكلام عن الطفره الزراعيه المطلوبه في الفتره القادمه خاصه ونحن يعني على مشارف ال 100 مليون مواطن، ده امر مهم جدا ومساله امن قومي وليس اقتصادي فحسب. وبالتالي انا اؤكد للاستاذ المتحدث الكريم صاحب المداخله بان صحيح اقتصاد الهند من اكبر الاقتصادات، لكنه لم يكن هكذا منذ سنوات قليله. الاقتصاد المصري ايضا يعني بمقاييس الناتج المحلي الاجمالي من اكبر اقتصادات العالم، لكنه بمقاييس نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يتراجع كثيرا، ومستويات المعيشه والامور المتعلقه بالتنميه الاقتصاديه بشكل عام. طيب الرئيس يوم مساء يوم الاثنين في جلسه اسال الرئيس وهو بيتكلم، وهو بيرد على لؤي اتكلم على الاسعار وقال انا عارف احنا المشاكل الكذا اتحليناها كذا، المشاكل كذا بدانا نحل فيها كذا، التحدي كذا عملنا فيه كذا. قال المشكلة دلوقتي كبيرة اللي بتواجهنا، احنا عندنا قد يكون مشكلتين ثلاثة، دول المين يعني دول الميجر. طيب. الارهاب طبعا اللي بتعامل معاه. طيب. عندنا الاسعار والتضخم. دي قصة تانية. وطبعا في عندنا النمو السكاني او الانفجار السكاني، دي مشكلة خطيرة. جزئية الاسعار هو الرئيس قالها بمنتهى البساطة، قال احنا بنشتغل على كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى فكرة احنا في ملف الارهاب الحمد لله بنحقق انتصار كبير جدا، ولازم تبقوا مطمنين لده وعارفين ده الحمد لله، حتى بالرغم من انه كل يوم والتاني بيسقط من عندنا شهداء، لكن مجمل المشهد في النهاية ان احنا الحمد لله متقدمين جدا عسكريا على الارهابيين. نيجي نتكلم على الاسعار، قال مشكلتنا الاسعار وبنشتغل عليها. اسعار كحاجتين، فكرة ان الاسعار عالية جدا، التضخم، ارتفاع الاسعار، وضبط الاسعار. صحيح. ضبطها يعني الموضوع الفرق والفروق الاسعار والكلام ده. انا عايز اتكلم مع حضرتك في الجزئية دي، وعايز اربطها بالكلام برضو اللي دار في المؤتمر عن بورصة السلع. كويس. بتشوف ازاي الملف ده يا فندم، بما انه كمان تصدر النقاط التي تم طرحها في هذا المؤتمر؟ هي انا سعيد بان الكلام اللي الواحد بيكتبه في المقالات وبيقوله في اللقاءات الحمد لله بيترجم في شكل اهتمام رئاسي. يعني انا اعتقد او ازعم اني كنت اتكلمت على بورصه السلع كاحد او كواحده من اهم الادوات والاليات لتحقيق التوازن السعري. يعني انا مثلا دلوقتي في فوضى سعريه، يعني ممكن المنتج الواحد حضرتك تتحرك من مكان لمكان تلاقيه بسعر وسعر وسعر وسعر. والله صح، احنا كنا بنتكلم من ايام انا وزمايلي ده في شارع واحد او في بلوك. صحيح. منطقه سكنيه واحده تلاقي سعر المنتج مختلف مرتين وثلاثه، لان ما عنديش سعر استرشادي سوقي، لان استرشادي دي لما بتعلنه وزاره التموين ولا تعلنه جهه اداريه فسعر اداري ما حدش بينظر اليه خالص، وبيخلق جيوب كتيره جدا. لو حطينا سعر جبري هيخلق جيوب ما هو ليه؟ عشان ما فيش رقابه. ما هو حتى لو حطيت رقابه هيبقى برضه في الرقابه عمرها ما منعت السوق السوداء، صح ولا لا؟ خصوصا اذا ما كانش فيه ده قائم على اليات عرض وطلب. انا عندي لازم اشد حيلي شهر. بص انا يمكن ببص لها من ناحيه هيقفل ست البيت اللي متضايقه ان انا الاسعار عامله كده. هقول لك على حاجه، اعمل لها يا فندم احكمها شهر يوميا نزلات حملات بتنزل من عندي من مباحث تموين الشرطه. صحيح. حمايه المستهلك تنزل، اللي بيخالف في السعر بيتعمل له محضر على طول. خليني اقول لحضرتك عشان برضو الشق الاقتصادي هنا مهم. يعني لما نقول ايه، دايما نستشهد بالمثل ده لانه الاقتصادي عظيم. يعني كان بيقول لك نحن معشر الاقتصاديين لا نعرف كثيرا من الاشياء، لكننا نعرف كيف نخلق عجزا. يعني لو عايز عجز في الطماطم حط سعر جبري للطماطم، او حط لها سيلينج، حط لها سقف، او حط لها. ما دام انا ارتضيت اقتصاد السوق فلازم امشي اقتصاد السوق. في جوانب رقابيه واتكلمت عنها كتير، اتكلمت عن دور جهاز حمايه المستهلك وجهاز حمايه المنافسه وفقا للقانون. هو ليه اليات مثلا يجبر البائع انه يحط السعر في مكان ظاهر، وبالتالي عمليه ان هو يغيره كل شويه وخلال اليوم مش هينفع، لان هنا في رقابه لازم امنعه ان هو يغيرها بشكل يعني بشكل او باخر. في ادوات لهذا والرقابه على هذا.
في جهاز حمايه منافسه، اذا عززت المنافسه هيبقى عندي اسعار قريبه لل يعني هامش الربح هينزل، لان التنافسيه هتبقى اكبر ومفيش احتكار، الناس هتتنافس على السعر عشان نقدر نقرب الفكره للناس، الناس هتنافس على السعر، فكل هيبيع لكله هيفضل نازل في السعر بالزبط. فانا بخلق سوق بيحمي الناس، دول الجهازين، القاعده رقم واحد في اي سوق بالظبط، دول الجهازين. لكن تعالي حضرتك بقى افرضي تسعيره جبريه وقولي انت مش هتبيع غير بكذا النهارده، هقفل مش هشتغل خالص، خلقت عجز. لو انا مش عارف حتى اعمل سوق سوداء هقفل خالص. فانا مش عايز اوصل للمرحله لا، ما عشان كده احنا طول الوقت بنقول مفيش حاجه اسمها سعر اجباري طبعا، مفيش حاجه. تعالي بقى حضرتك اعملي بورصه صناعيه، عشان انا في المشروع ده من 2004 وبعدين اعيد احياءه لو حضرتك. طيب. ممكن قبل البورصه عام 2014. ممكن قبل البورصه لانها مهمه وعايزه اسمع كل التفاصيل منك. اخد بس اتصال تاني كمان من اسكندريه يا عزه. طيب معلش يا عزه حاولي تكلمينا مره تانية، انا بعتذر انت قفلتي الخط قطع معاكي، اتفضلي يا فندم. البورصه الصناعيه كنا عايزين نقومها مفهومها ايه الاول؟ بورصه صناعيه، عارفين حضراتكم بورصه سوق المال دي بورصه الاوراق الماليه، عباره عن اسهم وسندات، عباره عن اصول، الناس بتوض واحد عايز يبيع الاصل بتاعه او الشركه بتاعته بيحط اسهمها وسنداتها، خلينا اسهمها اسهل، بيحط اسهم لها على الشاشات، وواحد تاني عايز يشتري بيحط سعر وعايز يشتري هذه الاسهم، بيحصل تلاقي بين العرض والطلب باليه معينه الكترونيه بيتم بيها تحديد السعر التوازني او سعر الاقفال اللي هو تم عليه بيع هذه الاسهم لصاحب الطلب. مع العلم انه من يطرح تمام، لكن من يطرح السعر اللي عايز يشتري بيه ده بيكون هنا في تنافس. ما هو واحد، ما هو عدد كبير بيحط اسعار وكميات، وعدد كبير بيحط اسعار وكميات، فعمليه التلاقي دي عمليه ديناميكيه وبتحصل طول الوقت على نظام الي. طيب ده هنعمله في السلع. اخد بس اتصال عزه تاني عشان هي اتصلت كذا مره. يا عزه صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. الو. طبعا هستأذنك بس، صباح معلش. النور. معلش وطي التلفزيون خالص. صباح النور. لا وطي التلفزيون بعد اذنك عشان نسمع بعض اسرع. صباح بس. النور. الو. معلش توطي التلفزيون بعد اذنك. طب لا شباب الصوت كده مش هي مش سامعانا، معلش يا شباب بس اكدوا على اي حد يوطي التلفزيون وهو بيكلمنا. اتفضل يا فندم بعتذر. فلا العفو. فكان اولا فكره البورصه الصناعيه قديمه جدا في مصر، احنا كان عندنا بورصه القطن، عقود القطن دي من ايام الخديوي اسماعيل، وكان في حاجه اسمها مينا البصل، وكان الشغل هناك من انشط البورصات في العالم. فاحنا قدام جدا في القصه. فكان التفكير في 2004 ان احنا نعيد احياء البورصه الصناعيه بانها تبقى بورصه عقود وبورصه سبوت او بورصه يعني وقتيه، يعني العقود دي تبقى اجله وفي السبوت ماركت او الكاش ماركت اللي هو يعني ننقل سلع وخدمات طول الوقت عبر هذه السوق، وبالتالي انا شايف اسعار وعندي سعر استرشادي سوقي مش اجباري ولا اداري. سوق كده جاي من التجار الناس والمواطن، المواطن اللي طالب والسمسار اللي بيروح للمواطن عايز يشتري كذا وهكذا. فاذا انا عندي اسعار اقدر احكم بيها، افهم بيها الماركت، اقدر اشوف بيها الماركت. اتس اول اباوت انفورميشن، لما الموضوع حتى رساله الدكتوره كل القصه كلها انفورميشن، كلها معلومات، وده يرجعنا لاهميه المعلومات. لما يكون عندي معلومات كامله مش هيبقى عندي تلاعب، مش هيبقى عندي احتكار، مش هيبقى عندي واحد بيختص نفسه بالمعلومه فيمارس ضغوط على الطرف الاخر الاضعف. الحقيقه 2014 حاولنا احياء هذا المشروع مره اخرى، خصوصا فات فترات طويله جدا من الشد والجذب بعد ما كان عندنا مشروع قانون للعقود، بورصه العقود شامله طبعا الاسهم كمان مش بس البورصات السلعيه، عام 2008 قعدنا احياء القصه دي مع الدكتور وزير التموين خالد حنفي وحاولنا ان احنا نفعله. فظهر في وسط الكلام واحنا بنتكلم، وكان موجود رئيس الاتحاد الغرف التجاريه انا ذاك الاستاذ احمد الوكيل، ظهرت فكره بورصه صناعيه تنشا او تبدا انشائها، لانها موجوده وفقا للغرف التجاريه يعرفوا يفعلوها من دلوقتي في البحيره اللي هي اثيرت امبارح. اول مره تتقال كان 2014، وكان الاستاذ احمد الوكيل قال انا عندي ارض كذا كذا، وكان المسؤول عن غرفه البحيره موجود وقال انا عندي وكلمني، بعد كده اتصل بيا وحاولنا نفعل. المشكله اراده سياسيه. طب ما اتفعلتش ليه ساعتها؟ ما هو بقول لحضرتك المشكله في الاراده، يعني احنا لما انا حطيت برنامج كامل ومنه برنامج شراكه مع بورصات اجنبيه، انتوا محتاجين الاراده السياسيه في ايه يا فندم في حاجه زي كده؟ لما هي الموضوع كله سوقي، سوقي ده يعني تاجر مواطن، احنا محتاجين هنا الاراده السياسيه في ايه؟ حضرتك محتاجه تعديل تشريعي مناسب انا ذاك. يبقى ده برلمان. ما هو ما هي السياسه مش رئيس الجمهوريه. أنا بتكلم على سياسة بقى. منظومة كاملة. لا ومجلس الوزراء كمان لازم يعد مشروع قانون عشان يبعته للبرلمان أو تطلع من اللجنة التشريعية. وأنا بقول لك الإرادة ما كانتش موجودة، دي كانت موجودة. يعني أنا أذكر إن أنا عملت البرنامج كامل وتم عرضه، حتى كان لو حضرتك في جوجل الموضوع هتلاقيه على جوجل. عرضت الموضوع كاملا. كان اسمه إيه؟ اكتب ياسر بورصات الصناعية وخالد حنفي ومدحت نافع. هيطلع لك كمية اجتماعات تمت في هذا السياق كتيرة جدا، ومنها اجتماعات عرض للمشروع على رئيس الجمهورية. حلو. فأيده الرئيس وباركه. حلو. التعثر اللي حصل فيما بعد يعني مش عايز اخد في التفاصيل، ما تعليش. لا قول لنا. بص يا فندم هقول لك، انا برضو زيك ما احبش اتكلم في الماضي، انا بتكلم في قدام، ولكن
من المهم ان احنا نعرف لما كان في افكار كويسه كان ممكن تكون نفعتنا قوي النهارده وكان ممكن تجنبنا ان احنا النهارده نوصل ان الدولار ب 18 جنيه. المهم ان احنا نعرف ليه نتفادى حتى المشاكل دي فيما هو آتي. هو اعتقد ان الجانب الدعائي ساعتها انا ذاك كان غالبا على الموضوع فيما يتعلق بوزارة التموين، يعني كان الهدف بشكل كبير قوي ان انا يعني احصد قدر من التأييد يعني الاعلامي للفكرة. الاليات العملية كانت صعبة وكانت عايزة شغل بجد. يمكن فاحنا سرعنا وسوقنا الفكرة اعلاميا قبل ما وخرجنا عن النسق قبل ما نشتغل عليها حقيقي. وخرجنا عن الاكشن بلان، كان في خطة عمل محطوطة خرجنا عنها ولجأنا الى شركة ما في الاردن كده، وبعد كده لما هتقري برضو وتدوري بالموضوع هتلاقي لجوء الى شركة مش عارف اسمها ايه عشان تساعد في عمل انشاء البورصة الصناعية، وفشل المشروع لان هذه الشركة اصلا يعني تقريبا مش موجودة. وبعدين احنا ما عندناش شركات في مصر يعني بعد ما مشي شركات. هو ليه يا جماعه اي فكره على طول اول حاجه لازم اعملها لغمض عيني الجا لشركات عالميه وتاخد مني بالدولار وتحط لي شروط قد كده؟ ما عندناش يعني كفاءات اقتصاديه في مصر ما تعرفش تعمل لي بورصه سلعيه وتحط لي الشروط بتاعتها ايه؟ ده المشروع كان تفصيلي وكان واصل الى درجه خلاص احنا كنا هنتكلم مع شركاء في بورصات عالميه عشان ينشئوا معانا، لان طبعا حضرتك عارف البورصات في العالم دلوقتي كلها بتميل الى الاندماجات حتى البورصات الكبرى الغنيه. فكان عندنا شركات بنعدها صحيح من CMA من شيكاغو ميركانتايل اللي هي بتشتغل بكوادريليون دولار في اليوم لان دي كبيره قوي علينا، لكن كان في شركات في شرق اوروبا بورصات في شرق اوروبا، هي شركات لان البورصه تحولت الى شركه عندها استعداد كامل للاندماج معانا في كيان لبورصه سلعيه قويه نشطه، بورصه عقود سلعيه. يقول لك في بعض الناس طلعت برضو في المجال ده، هنا بقى الغلط حصل ويمكن ده السبب التعثر. هو انا اعمل بورصه غير لما يكون عندي فائض في السلع؟ لا مش ضروري. سنغافوره بتشتغل بعقود نشطه جدا على الرابر وعلى البالم اويل او زيت النخيل بتاع ماليزيا، هو بتداول في بورصات ماليزيا لكن بتداول في سنغافوره بشكل انشط. انا عندي عقود بترول بتريليونات للسعوديه والاشقائنا في الخليج، تقدر تبقى البورصه الصناعيه المصريه عقود صناعيه مصريه الانشط في تداولها مثلا. يعني عندي افكار، وعندي بورصه الحبشه دي ليها بعد امن قومي، ليها علاقه كويسه جدا بمصر. عندي ممكن انا كان في تصور ولعب عليها جامد خصوصا دلوقتي. طبعا طبعا، وهم عايزين ده، هم بيقول لك انا ببني السد عشان اسباب اقتصاديه. طيب انا هعمل لك طفره اقتصاديه بالبورصه، هفيدك اقتصاديا طبعا طبعا، وهيبقى في شراكه بقى هنا وهيبقى في فايده وتكامل. كان مشروع كل ده مكتوب، كل ده كان مكتوب وكل ده جاهز وما زال مكتوبا وما زال جاهزا وما زلت جاهز لعرضه. وطبعا في جهات الى حد كبير بتعمل في الخفاء لكنها الحقيقه حريصه على ان الكلام ده يرى النور. اعتقد ان احد ثمار الدوشه اللي اتعملت دي منذ 2014، مش هرجع ل 2004 يعني، بس منذ 2014 احد ثمارها اللي اتقال امبارح في المؤتمر ان احنا محتاجين فعلا بورصه سلعيه مش بس تبقى كاشفه للاسعار، ده ليها مزايا كتيره جدا وجاذبه للليكويديتي للسيوله، جاذبه للاستثمارات غير المباشره والمباشره فيما بعد، وهتفتح لنا افاق تعاون وعلاقات استراتيجيه مع دول حتى زي المثل حضرتك ذكرته، يعني دوله في توتر طبعا بيننا وبينها زي اثيوبيا دلوقتي، بس هنعرف نشتغل معاهم فيها وهتحسن لك الوير هاوزنج او فكره المخازن، ازاي يبقى عندك بنش مارك ويبقى عندك ازاي يبقى عندك معايير ومقاييس عالميه للتخزين ومعايير ساعتها هيسهل لك للتصدير لان انت هيبقى عندك مخازن قابله. انت كل حاجه دلوقتي عندك اونلاين يا فندم، انت بتجيب اسعار اي بورصه في العالم انت عايزها اون ذا سبوت دلوقتي، مش يعني خلاص يعني قصدي اقول ان عندك كل الفاسيلتيز اللي تخليك تقدر تمشي في ده، طالما الاكشن اولا طالما الاراده الحقيقيه موجوده صحيح. اكشن بلان بالفعل معموله بالتفصيل، هي جاهزه عندكم دلوقتي باليوم يعني بالتفصيل بالتكنولوجي المطلوبه هتتعمل ازاي بكل فتره، فتره الماركتنج فتره التسويق هتتم ازاي، فتره الاتفاق مع الشريك الاجنبي هتتم ازاي، فتره التدريب للفرق العمل اللي هتشتغل هتتم ازاي، التفاصيل دي كلها موجوده. وكانت يعني فاهم يمكن الرئيس امبارح اصر انه عايزها في خلال سنه، كانت كنا حاطين البلان ساعتها انه في خلال سنه يعني 2015 كانت هتنتهي وانت عندك اب اند راننج، بس انا كنت معترض على كلمه ايه اكبر بورصه سلعيه في المنطقه، كانت بتتقال ايامها كده. انا ما بحبش كلمه افعل التفضيل دي في الحاله دي، انا مش عايز اكبر، انا لسه بقوم اول بورصه سلعيه عندي مش مهم من دلوقتي من 1800. أكبر بس اقوم الفكره دلوقتي اقوم البورصه، وفي خلال الخطه بقى الاستراتيجيه بتاعتها في خلال 5 سنين هبقى اكبر بورصه في الريجن في الاقليم، وفي خلال 10 سنين ممكن ابقى اكبر بورصه عالميه، ايه المانع؟ هي دي هو ده الفكر اللي احنا كنا عايزينه يبقى مؤسسي وليس فردي، كان قائم ساعتها وكان بيستند الى وزير موجود. هل كلمه لانه احنا هنختم دلوقتي اللقاء وانا اتمنى ان انا اختمه مع حضرتك برساله طمانينه للمواطن، بعض المواطنين بيقلقوا لما يسمعوا كلمه بورصه
فهل ممكن ترسل رسالة طمأنينة للمواطن أنه في حال فعلا إذا كانت ما جاءت في خطط المؤتمر الشباب، وحضرتك بتقول أنه الفكرة دي بالفعل في ناس بقالهم سنين بيشتغلوا عليها، الفكرة جاهزة، الأكشن بلان أو جدول العمل جاهز بالفعل، هل في أي داعي للمواطن أنه يقلق في حال تطبيق أطلاقاً البورصة السلعية؟ أطلاقا البورصة دي كلنا بنشتري في بورصة، اللي بيبيع عربيته المستعملة بينزل بورصة، بينزل يقف في سوق الجمعة ولا غيره بيعرض عربيته، وفي عربيات كتيرة، ناس كتير بتشتري وناس بتبيع. الفكرة ان انت بتوفر عدد كبير، هي دي فكرة المنافسة، عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين المحتملين، فهنا بيتم تلاقي في الاسعار، بيتم التفاوض، النيجوشيشنز اللي بنتكلم عنها دي ازاي تتفاوض لحد ما توصل لسعر يرضيك او سعر توافقي بين الاعلى اللي عايز يبيع بالغالي واللي عايز يشتري بالرخيص، والسعر التوافقي ده او التوازني ده هو السعر اللي احنا عايزين نوصل له في عبر اليه للمنافسه الكامله قدر المستطاع. لان انا بسمع كتير جدا عن حمايه الصناعه المحليه، فاذا بها تتحول الى احتكار محلي، احتكار محلي وظلم للمستهلك، فساعتها بيبقى الراجل اللي بيستورد ده بيرحمني مش بيأذيني، بس في بعض الاحوال. فعشان كده عايزين نميز برضو بين الحماية وبين المنافسة. اقتصاديا هل أنت متفائل؟ أنا متفائل دائما الحقيقة على كل الصعيدة. أولا لا نملك رفاهية التشاؤم، وإذا تشاؤمنا ده معناه أن احنا بنطفي المكان وبنقعد نبكي على اللبن المسكوب يعني، وده مش مطلوب. أنا دائما لازم عندي رؤية وخطة، وطالما في رؤية وفي ناس زي الشباب الجميل اللي شفناه في المؤتمر ده وفي غيره عندها أمل وعندها تصورات للمستقبل، هنوصل للي احنا عايزينه، وهنوصل من أقصر طريق كمان إن شاء الله. بشكرك جزيل الشكر دكتور مدحت نافع، نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، كنت معنا متحدثا عن الأمور، أهم وأبرز الأمور الاقتصادية، وحبينا الحقيقة نبدأ في الحلقة دي بالأمور الاقتصادية، لأنه الاقتصاد أكتر ملف دلوقتي يهمنا مع ملفات أخرى مهمة، لكن الاقتصاد دلوقتي يعني إيه؟ الاقتصاد بالنسبة لنا يعني سعر الرغيف العيش، يعني الاكل والشرب، يعني الافكار اللي الشباب قالوها، اللي منها بورصه السلع اللي كنا حريصين جدا ان ضيفنا كريم يشرح لنا، بما انه من المنشغلين والمشتغلين في هذا الملف بالفعل منذ سنوات طويله. بشكرك يا دكتور كريم. شكرا لحضرتك. هنشوف دلوقتي مع بعض ونتذكر اهم التوصيات التي جاءت في ختام الجلسه الختاميه بالامس لهذا المؤتمر، نشوف التوصيات دي مع بعض ونرجع نتناول الشق الاخر من هذا الحوار في حلقه اليوم عن المؤتمر، ليس ربما عن النواحي الاقتصادية ولكن عن فكرة تمكين الشباب، مشاركات الشباب، وأمور أخرى كثيرة، بعد ما نفتكر مع بعض أهم التوصيات التي جاءت في مؤتمر الشباب. ضيوف الكرام، الحقيقة في الفقرة دي ما بين من حضر المؤتمر وما بين من تابع المؤتمر بجلساته باهتمام شديد جدا، كل واحد فيهم في كده مجموعة نقاط عايز يركز عليها، التوصيات، القرارات، الإدارة العامة للجلسات، اختيار المواضيع ايه، وطبعا فكرة تمكين الشباب ودور الشباب في هذا المؤتمر. دي كلها نقاط يسعدنا خلال النصف ساعة القادمة ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله، يعني بنحاول نعمل ريكاب سريع او تغطية سريعة عن فعاليات المؤتمر الدوري الوطني الرابع للشباب اللي انتهى مساء امس بالاسكندرية. ضيوفنا الكرام اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، سيادة النائب احمد علي عضو مجلس النواب، اهلا بك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا، منورنا يا فندم. بنورك ربنا. ويسعدنا ايضا ان يكون معنا المهندس محمد الصاوي، عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لشباب الاعمال، يا اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا يا باشمهندس. هبدا من عند حضرتك يا باشمهندس. المؤتمر ده في ناس كتيره ممكن تسالك تقول لك طب ده رابع مؤتمر، ايه اللي اختلف؟ انا عندي مثلا يقين ان كل مره بينظموا فيها المؤتمر عندهم مهمه اصعب، ما هو لازم المرة دي يبقى فيه مصداقية أكتر، لازم المرة دي يبقى فيه حاجة مختلفة، لازم يبقى فيه بصمة مختلفة.
بتشوف من خلال متابعة يومين لهذا المؤتمر إيه اللي اختلف أو ما الذي يميز هذا المؤتمر عن الثلاث مؤتمرات السابقة ليه؟ هو الحقيقة في حد ذاته إن ده رابع مؤتمر دي أصلا خطوة جيدة جدا لكده في متابعة. إحنا متعودين أصلا كنا في فترات سابقة إن بيتم المؤتمر مرة في السنة وبيطلع فيه قرارات والقرارات دي ما بيتمش متابعتها وبنشوفش حصل إيه في القرارات دي بعد كده والسنة اللي بعديها بنشوف طب إيه الجديد بقى في المؤتمرات اللي إيه الجديد اللي الناس عايزة تسمعه فنقول الجديد من غير ما يحصل متابعة للي فات. كون إن إحنا في ظرف في مدة قصيرة جدا عملنا أربع مؤتمرات فدي رسالة مهمة جدا. أول حاجة إن هما النهاردة مركزين على مشاركة الشباب مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار ومتابعة القرارات. فأنا حسيت من المؤتمر ده إن هو فعلا الشباب مشاركتهم في تنظيم المؤتمر كانوا موجودين في كل حتة، مشاركتهم في المحتوى نفسه بتاع المؤتمر كانوا فعلا مشاركين، يعني كان نفسي أشوف طبعا مشاركة أكبر من كده كمان منهم ولكن أوريدي هم مشاركتهم كانت جيدة جدا. وإن هم في بعض القرارات اللي الرئيس بيطلعها إن هم جزء من القرارات دي في المشاركة للمستقبل فدي كانت حاجة بصراحة أنا كنت شايف أنها حاجة في بوزيتيف جدا من المؤتمر ده. سيادة النائب إيه بتحضر المؤتمرات دي باستمرار بتتكلم مع الشباب؟ انت نائب برلماني شاب والحقيقة ودي مش مجاملة لضيوفنا وحضراتكم عارفين احنا مش بنجامل بس نائب احمد علي انا طول الوقت بشوفه في عند دايرته في المرج طول الوقت موجود في الشارع يعني من اول مشاريع وحاجات بتتبني لغاية سكان بيشتكوا من ماسورة ضربة ينزل ويروح لرئيس الحي ويقعد المتابعة دي مش هنقدر نفصلها عن الواقع بقى والمشاكل اللي بيتم مناقشتها في المؤتمر. في النهاية الشباب عايز بلد أفضل، حياة أفضل، عيشة وحياة كريمة للمواطن. بتشوف إزاي يا فندم بصفة عامة كده المؤتمر بيقدر يخاطب الشباب باللغة اللي الشباب المفروض يتم التخاطب بيه معاها دلوقتي؟ هو يعني الميزة اللي بقت موجودة في المؤتمر هو أنه ربط البرنامج الحكومي أو السياسة العامة للدولة بالنطاق الجغرافي لكل منطقة. يعني مثلا في شرم الشيخ في أكتوبر 2016 وفي أسوان في يناير 2017 ثم إسماعيلية في إبريل ثم إسكندرية في يوليو. الفكرة أنه بياخد نطاق جغرافي. يعني مثلا في المؤتمر التاني كان جنوب الصعيد فكان أسوان فكان كل جنوب الصعيد التركيز على الجزء دوت فكان جزء كبير جدا ان هو خرج بحاجه مهمه جدا انه مجلس اعلى لتنميه جنوب الصعيد. مثلا امبارح كانت في حاجه مهمه جدا انه كان في حلقه نقاشيه مهمه جدا جدا في نموذج محاكاه الدوله المصريه. انا كنت الله يفتح عليك انا كنت عايز اقول لكم ان نماذج محاكاه الدوله المصرية دي هي شباب 100% بقى شباب 100%. وعلى فكره يمكن حتى نموذج محاكاه الدوله المصريه كانوا نجوم الشباب عندنا في المجلس وعملنا موديل سيميليشن نماذج محاكاه هم النواب واحنا بنتفرج عليهم ثم بعد كده جم وزراء ثم جبنا الحكومه ومجلس النواب واحنا قعدنا نتفرج عليهم وهم عملوا نموذج الحكومه ومجلس النواب وكان في حضور الرئيس. يعني ففكره ان هم بيتدربوا عملي فكره التدريب والتأهيل افضل دي الثابته في مؤتمرات الشباب دي الثابته. يعني لو كل مؤتمر اسماء والعناوين ومضامين الندوات بتختلف لكن نماذج محاكاه الدوله المصريه دي ثابته في كل مؤتمر لان دي اللي بتخلينا احنا نعرف الشباب ده عندما يتاهل للقياده هو ممكن يدير البلد ازاي. الاهم من كده هم فكره طرح المبادرات. يعني مثلا امبارح كان افاق التنميه في غرب الدلتا كان موجود وزير التنميه المحليه وزير التموين وزيره التخطيط ومحافظ اسكندريه ومطروح والبحيره وكانوا الشباب من المحافظات دي هم شايفين ايه المبادرات اللي يقدروا يقوموا بيها انه يخلقوا طفرات اقتصاديه ويخلقوا فرص عمل وبيطرحوها على المحافظين. والحقيقه كانت بعض النماذج كانت يعني مكتوبه بحرفيه كويسه علميا يعني مدروسه كويس وكان العرض هايل جدا جدا. ففكره ان هو بيطرح مبادره في نطاق الاقليم اللي هو عايش فيه دي الفكره الجديده انه يشارك بشكل غير مباشر في عمليه صنع القرار او في عمليه اختيار للفرص المتاحه لي. الاهم من ده كله هو فكره الربط ما بين المسؤول الحكومي اللي بيضع السياسه العامه و ايه امكانيه التنفيذ دوت. يعني مثلا طول الوقت وده كان في فقره اسال الرئيس وفي تقدير ان هي فكره يعني اسال الرئيس بس مباشر على الهواء والاسئله. يعني في احد الشباب قال الرئيس احنا بقى لنا سنتين والوضع الاقتصادي صعب و قعد يشرح له اي كان اسمه لؤي تقريبا لؤي
ففكرة انه خلق المساحة الكبيرة دي اللي هي المساحة مش محدودة وهو الرئيس على فكرة من الاول خالص هو طول الوقت يقول كده، يقول طالما لا يوجد تجاوز وبنتكلم مع بعض باسلوب فيه الاحترام وفي كذا وكذا، اي نقد بقى او اي حاجة نتكلم فيها براحتنا، هو المبدا كده. فهو فعلا لؤي على رايك هو لم يتجاوز، هو بس هو بس بيقول له احنا مش المساحه. اقصد ايه؟ انا بقول امبارح سقف الحريه الحقيقه في طرح الاسئله من الشباب للرئيس عالي جدا، ما كانش موجود ده يا جماعه قبل كده. وبرده ضوء يعني طول الوقت لما يعني في حديث الرئيس دايما بيتكلم على اربع محاور. ايه التحديات بتاعه المرحله؟ ان احنا واقفين فين وتحدياتنا ايه؟ ضوء الموارد اللي بنتحرك فيها. ففكره انه يعرف الناس بالارقام، احنا ده يكلفنا مش عارف 23 مليار وده يكلفنا، فبيتكلم في ضوء الموارد عشان الناس تعرف. وبالتالي بقى كده يتكلم على الاختيارات في ضوء الموارد دي، اختياراتنا ايه؟ كان قدامنا اختيار واحد واثنين وثلاثه، وبعد كده في ضوء ده كله احنا عملنا كذا. فدي مهم جدا لفكره انه الناس تعرف، او يتكلم وزير الماليه احنا عجبنا كذا من كذا، ده مهم جدا ان الناس تعرفه. تمام. نربط ده بقى يعني بحاجه اهم، بمساله التوصيات. انا مش الفكره عندي اللي انا عايز اعمل مؤتمر الاول والثاني والثالث، هو فكره ان انا اعرف نجاح المؤتمر الثاني من الاول. يعني المؤتمر الاولاني كان فيه اول توصيه انه الافراج عن الشباب المحبوسين في قضايا النشر والتظاهر وغيره، فخرجوا ثلاث دفعات. انه فيما يخص الشباب خاص برياده الاعمال واللي عندهم مشاكل في الاراضي اللي خدوها من المحافظات، و كان رئيس هيئه التنميه الصناعيه خد قرارات ان في بعض الشباب اللي عندهم مشاكل قاعد معاهم. فالفكره ان انا مش عايز اعمل مؤتمر ان انا اعمل مكلمه ونقعد نعمل مؤتمر، لان في توصيات، التوصيات دي بتنفس ليها جدوى ولا لا، ثم بنتقل للخطوه اللي بعديها. فنجاح اي مؤتمر يتوقف على التوصيات بتاعته تنفذت ولا ما اتنفذتش، بس ده المعيار الحاكم لمساله المتابعه. فكره ان انا اتابع واعرف انه وصلت لحد فين، ده الاهم. باشمهندس، ايه اكتر الجلسات اللي لفتت نظرك؟ يعني عندنا اصلاح اقتصادي، نماذج محاكاه الدوله المصريه، عندنا صناعه الدوله الفاشله، كيف تصنع دوله فاشله، عندنا يعني جلسات وندوات كثيره جدا، طبعا قواعد البيانات والداتابيز. بتشوف ايه؟ مش عايز اقول ايه الاهم، ايه الجلسه بمحاورها توقعات ومشاركات الشباب فيها، ايه اللي لفتت نظرك؟ طب يعني انا حابب هاخدها بالمنظور بتاع الشركات، لان انا جمعيه شباب اعمال يعني لازم نبص لها. فاحنا كان بالنسبه لنا اهم يمكن جلسه هي رؤيه مصر 2030، لان احنا النهارده احنا كشركات محتاجين يكون عندنا رؤيه لبكره في ايه وايه اللي جاي في المستقبل. الفتره اللي فاتت كان في تقلبات كتيره جدا ومتغيرات كتيره جدا في مناخ الاعمال، كان ليها تاثير قوي جدا علينا كشركات. والنهارده شركات فعلا عندها مشاكل وبتحاول ان هي تغير من اسلوب العمل عشان تقدر يعني تتالف مع القرارات الجديده دي. فكانت رؤيه 2030 بالنسبه لنا مهمه جدا، لان انا عايز اعرف طب احنا بكره هنستثمر في ايه. يعني النهارده لما تيجي تتكلم احنا بنحاول نجذب استثمارات اجنبيه لمصر، طب بنجذب استثمارات اجنبيه لان عندنا رؤيه في 2030 ايه اللي هيحصل، والمفروض ان احنا كمان نتكلم على رؤيه 2040 و2050 من النهارده، لان بنتكلم 2030 ده كمان 13 سنه، ده مش كتير. فكانت دي كانت في عمر الدول والشعوب، ده مش كتير، ده مش كتير خالص صحيح، ولا عمر الشركات. يعني عاده الشركات برضو محتاجه رؤيه عاده في حدود 25 سنه. فانا عايز اعرف النهارده ابتدي استثمر في التكنولوجيا عشان احنا هندعم التكنولوجيا بشكل قوي جدا، ولا نشتغل في الصناعه، ولا نشتغل في الاستثمار العقاري، ولا يعني فين التركيز بتاعنا احنا كمصر، توجهنا الفتره اللي جايه دي هيكون في انهي مجال. فدي نمره واحد، لان احنا صعب جدا ان احنا نكون كل حاجه. احنا محتاجين نركز على حاجات معينه، وهي دي اللي احنا نقول احنا عايزين نبقى نمبر 1 فيها. طب عشان نبقى احسن الدول فيها محتاجين نعمل ايه؟ فدي كانت حاجه. وكان عاجبني جدا بصراحه، وفي رساله مهمه قوي من رؤيه 2030 ان هي تتعمل في وجود الشباب. لان النهارده رؤيه 2030 لما يكون النهارده الوزراء موجودين وقاعدين بيحكوا للشباب ايه رؤيتنا بعد 13 سنه، فدي فيها رساله ان انتوا المفروض تكونوا قائمين على تحقيق هذه الرؤيه، وان انتوا تاخدوا الرؤيه دي للمرحله اللاحقه. كان نفسي اشوف طبعا فيها مشاركه اكتر من الشباب مع الوزراء اللي موجودين حاليا، يبقى هم كمان اشتركوا في المرحله دي، بس وفقا لقرارات الرئيس ان هو المفروض هيشتركوا في المرحله القادمه في وضع الرؤيه ومتابعه تحقيق هذه الرؤيه في الفتره الجايه. ودي حاجه انا شايف ان هي يعني قرار جيد جدا. الشباب الذين يعملون في مجال الشركات والجمعيات اللي حضرتك طبعا يعني يعني منغمس في ده، هل فكره المشاكل الاقتصاديه عندنا النهارده عامله لهم احباط، ام ان هم شايفين الوضع السيء الاقتصادي اللي احنا فيه بس كمان
يمكن يكونوا شايفين الرؤى اللي مطروحه للقدام، بما انك ذكرت مثل برؤيه مصر 2030؟ والله هي الرؤيه لسه ما اتضحتش بالنسبه للشركات بشكل كامل. يعني احنا برضه لما كنا بنتكلم رؤيه 2030 فهي بتتكلم عن رؤيه الدوله بشكل عام، بس النهارده الرؤيه الاقتصاديه ورؤيه الشركات الصغيره والمتوسطه بالذات لسه لم تكتمل، لان لسه حتى قانون الاستثمار للشركات الصغيره والمتوسطه ما اكتملش، وفي في بعض القوانين وبعض المشاكل اللي بتواجه الشركات لسه ما اتحلتش. حتة الإحباط من عدم، ودي مش يعني مش يعني طبعا في شوية إحباط في الشارع، أو مش إحباط، هو في تحديات كتير قوي قدام الشركات في الفترة اللي احنا فيها دي، وإحنا محتاجين يبقى في سرعة يعني أكبر من كده شوية في مواجهة التحديات دي، وإن الشركات تبقى عارفة طب احنا بكرة فين وهنحل المشاكل دي إزاي. فدي نقطة مهمة قوي، أنا ما حسيتش المؤتمر يعني تولاها بشكل قوي، ولكن احنا طبعا كجمعية شباب أعمال مركزين في الموضوع ده الفترة الجاية دي، وبنحاول نطرح حلول وبنحاول نطرح مبادرات وتوصلوها للقائمين طبعًا على المؤتمر طبعًا، بحيث انه في المؤتمر الجاي ان شاء الله يكون في تركيز اكتر عليها. ده اكيد بنوصلها للقائمين على المؤتمر وبنوصلها بشكل عام، يعني احنا دايما في شغلنا مع احنا بنشتغل بشكل عام مع وزراء كتير جدا كجمعية علشان نحاول نوصل لهم مشاكلنا ونحاول نوجد حلول. يعني احنا ما ينفعش برضو ان احنا نوصل بس مشاكل، احنا لازم نبقى جزء من الحل ولازم نطرح حلول من وجهة نظرنا اللي هي تؤدي ان احنا ننهض بالصناعات والشركات في مصر بشكل عام. سيادة النائب، كنائب برلماني وشاب تنزل الشارع كتير زي ما كنت بقول في الأول، بتختلط مع الناس وبتتكلم معاهم، الرئيس امبارح وأول وجه رسالة شكر، دي مش المرة الأولى اللي يوجه فيها رسائل شكر كثيرة للشعب المصري على تحمله وتفهمه للظروف الاقتصادية الصعبة. الشارع بقى والشباب بيشوف ده إزاي؟ إنه طب أنا مستحمل او انا هستحمل او لا انا مش قادر استحمل؟ طب فهمونا احنا رايحين على فين، يعني كيف ترى تقبل او عدم تقبل على الاقل فئة الشباب اللي انت بتمثل جزء كبير منها لإجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنعدي بيها دلوقتي؟ احنا المشكلة لما خدنا حزمة الاجراءات الاصلاح الاقتصادي ما درسناش تبعاتها، او في بعض القطاعات ما خدتش بالها منها. يعني مثلا الدواء سلعة استراتيجية، والقلم ده حاجة ما تستناش، فانا كمواطن لما ما لقيش الدواء بتاعي انا يعني يهم انا بقول اي، فهفكر ان انا مش قادر اتحمل الالم. فهنا لما جينا خدنا القرار اصلاح اقتصادي ما درسناش تبعاته، او انا ما عملتش حسابي انه يعني بقول للناس احنا هنزود الدواء قبلها بثلاث شهور، فكل شركات الدواء ما صنعتش وقفت خطوط الانتاج، فانا كراجل كوزير صحه انا راجل فاشل جدا ان انا ازاي باخد اجراء زي كده. فحتى احنا حتى في المجلس انا بضرب لك كمثل بسيط، لما عدى مع شعبه تصنيع الدواء لينا عندهم مشاكل كبير جدا، من بدءا من القيمه المضافه، بدءا من الدولار، بدءا في الاول وفي الاخر اللي تحمل كل التكاليف دي المواطن. لما ما لقيناش الدواء المواطن برضه هو اللي تحمل الالم. فهي المشكله ان هذه الحزمه من الاجراءات لما اتخذ القرارات فيها يعني تبعاتها ما درستش بالشكل الكامل. الحاجه الثانيه انا لازم اعمل حزمه تحفيز في الاول وفي الاخر، لو بنقل بقى على التمكين الاقتصادي في مشكله كبيره جدا عندنا في مصر، ودي مشكلة أزلية، اللي بيكون صنع السياسة العامة فوق. أنا عندي رؤى إن مصر هتبقى كمان زي 2030 إيه، لازم أربط ده بالمستوى التنفيذي تحت، يعرف أنا عايز أعمل إيه. لما الربط ده ما بيتمش بتبوظ كل حاجة. يعني أنا هضرب حضرتك مثل بسيط جدا، أنا راجل وزير تخطيط أو وزير الصحة، لو مديرين المناطق مش عارفين انا عايز اعمل ايه في المناطق خالص، مش عارفين اهدافي، رؤيتي مش عارفين رؤيتي ايه؟ يبقى انا كده بحرق في ميه. على فكره دي المشكله، او بحول كل مدير اداره او وكيل مديريه او ايا كان فيهم لموظف روتيني ينزل الصبح يروح يخلص 8 ساعات شغل بتوعه ويمشي. عندنا مشكله كبيره جدا طول الوقت، انه المستوى الصنع السياسه واهداف الكبيره مش يعني الناس اللي تحت ما عندهاش فكره عنها. ودي حتى انا مثلا يعني انا عندي مشكله كبيره جدا في الدايره، يعني مثلا الرئيس عايز يبني في سنتين 30,000 فصل، لما تيجي تكلمي موظف الحي في رخصه مدرسه حكومه متعطله ما يعرفش انا بتكلم في ايه، ولما تكلمي موظف الابنيه التعليميه انه فاحنا مساله الربط تقولي بقى طول الوقت ما بتشرحي وتفهمي ولازم نعمل ده عشان ده الوقت. فاحنا عدم الربط دوت حتى على مستوى المحافظين والاحياء و عدم الربط ده بقى هو اللي في الاول وفي الاخر ما بيحسسش المواطن بتفعيل الخدمه العامه.
ولا باهداف الكبيره اللي اتكلم عليها القياده السياسيه. المشكله دي على كل القطاعات. يعني هضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. فيما يخص الاستثمار، احنا عاملين قانون الاستثمار الجديد، حاجه رائعه جدا جدا، واللائحه التنفيذيه بتاعته هتصدر قريب. المشكله الكبيره اللي عندي ان نفس الموظفين اللي كانوا موجودين في الهيئه العامه للاستثمار هم اللي هيقعدوا في الوان ويندو الشباك الواحد. طب انا ما عملتش حاجه. لا هو ممكن، لا انا كنت في الحاله الاولانيه بجبرهم ان هم يشتغلوا بنظام دواخين يلمونا. ما انا معاك، هو يعني هو كده كلها إيه؟ لما هاخدهم واديهم التدريب الكافي ومهد لهم جو العمل اللي يخليهم كافي ومهد لهم جو العمل اللي يخليهم هم ما خدوش التدريب الكافي. طب للاسف يعني مثلا انا المشكله ان انا هجيب يبقى يعني هتفضل الليمونه دايخه برضه، هجيب نفس الموظف اللي كان قاعد هنا وقاعد مع موظف تاني هنا، فجيت قعدت في حته تانيه، لكن هو هيشتغل من تحت مش هخلص لك الا غير لما تدفع. فالمشكله ان انت ما اهلتهوش، فالمشكله كلها في مناخ الاستثمار نفسه. فانت هم هو نفس البني ادمين، بس انت غيرت لهم الادوات. عارف زي بالظبط لما يكون في موظف مثلا يعني عمل خطا جسيم بدل ما عاقبه انقله من مكان لمكان، فراح فانا كده كل عطل حته ثانيه، عطل حته ثانيه. هي دي المشكله، ان احنا بناخد قرارات لكن على المستوى التنفيذي تحت لازم يبقى في غربله، لان على المستوى التنفيذي كاداره محليه الدنيا صعبه خالص خالص، بتتعامل مع شويه موظفين ما عندهمش الحد الادنى من دي نقطة مهمة جدا. لا ما هو على فكرة يعني منتهى الأهمية دي. يعني أنا أقول لحضرتك مثلا تكافل وكرامة برنامج جميل جدا جدا، لكن تعالي انزلي في المناطق للشؤون الاجتماعية، الناس بتتبهدل لأن هم مش عارفين اللي بيحصل ده بيحصل ليه. ولا الوزيرة عارفة إيه مشاكلهم تحت، فهي بتاخد قرار زي فوق. مسألة الربط من فوق وتحت ده، الحلقة المفقودة دي هي اللي ما بتخلي بتخلق حالة عدم الرضا تحت، وفي نفس الوقت ما بتديش فيدباك للي فوق ايه اللي بيحصل الصح، ما بتديش الفيدباك الصح للي فوق عن اللي بيحصل. انا عايز اعقب على حاجه بس على كلام مهم جدا بس عايز اعقب على الجزئيه اللي هو قالها بالقرارات اللي ساعات بتصدر وتاثيرها في الاخر على الشركات. لان الشركات النهارده ما مش جزء من صناعه القرار، ودي مشكله كبيره جدا. احنا النهارده بنعمل اصلاح اقتصادي، ولما نعمل اصلاح اقتصادي النهارده لو في اي قرار بيتاخد مثلا زي قرارات التعويم، زي قرارات الطاقه، زي قرارات دي احنا بنفاجئ فيها من يوم وليله. احنا عارفين انها جايه بس مش عارفين مداها ايه. النهارده لو الدوله او صناع القرار حطوا ايدهم في ايد الشركات، يعني من خلال الجمعيات زي جمعياتنا وزي جمعيات اخرى، في جمعيات كتير موجوده، بحيث ان احنا بنشترك مع بعض في حل المشكله، بحيث انا احل لك مشكلتك. ما انا عارف ان انت هتاخد القرار كده او كده، بس خد القرار من غير ما يبقى اثاره مدمره عليا انا في صناعتي. فبالتالي يبقى لو كنا هناخد القرار وده هيبقى ليه تاثير على الدواء في الاخر، طب ما نصنع القرار ده مع الشركات. يعني اذا عرفنا نوصل لحل طبعا ده افضل. طب انا اسمحوا لي بس اسال سؤال. يعني احنا عمالين نتكلم على قرارات وعمالين نتكلم على حلقه التواصل المفقوده بين اللي فوق واللي تحت، ودي كارثه طبعا، كارثه بكل المقاييس، وعمالين نتكلم على كل ده. اين التشريعات واين البرلمان من ده؟ ما انتوا يا سياده النائب اللي هتسهلوا لنا الدنيا وتعملوا في صيغة بقى قوانين وتشريعات وكذا وكذا اللي يضمن الترابط والتماسك اللي حضراتكم بتتكلموا على أهميته ما بين الإدارة اللي فوق وما بين متلقي الخدمة. تمام، يعني أضرب لحضرتك مثل بسيط جدا فيما يخص المحافظات، المخططات في المحافظات. مش معقولة يبقى في محافظة فيها أحياء كل مخططاتها في التسعينات وأوائل الألفينات وأنا في 2017. ده كلام غير مقبول، إنك بتتكلمي في حيز محافظة عندها بعض الاحياء المخطط بتاعها بتاع رؤيتهم للحي واقف 94 واقف سنه 90 وكلام واقف 2000 واقف 2000 كلام، يعني كلام ما ينفعش. فاحنا مثلا حضرتك فاكره لما كانت الوزيره بتتكلم على الخريطه الاستثماريه، انا شايف انه ما ينفعش الجندي يخش حرب بدون خريطه. لازم يعرف هو واقف فين وهيحارب مين وفين. احنا طول الوقت مفتقدين لحته الخريطه شويتين. اللي هي بالنسبه لنا دلوقتي التخطيط. التخطيط. الخريطه. انا لما ببقى واقف في الخريطه وانا عارف هنا هعمل ايه، هنا مش هعمل ايه، هنا هعمل امتى، هنا مش هعمل امتى. للاسف احنا دي عندنا واقفه في المستوى اللي تحت. يعني هي فوق موجوده. موجوده وبشكل كويس جدا جدا. وثمارها بتيجي بس واحده واحده. بس لكن لو اتفعلت تحت. سياده النائب، ضرر ان انا ما عنديش طرق التواصل بين فوق وتحت. هو نفس ضرر انه لو كان عندي قياده سياسيه ما عندهاش اراده. تمام. بصراحه شديده. صح تمام، كلامك صح. هنعمل ايه بقى؟
هنعمل ايه؟ يعني يعني المستثمرين واللي بيشتغلوا في الصناعه ورجال الاعمال شباب وغير شباب هنعمل، والمواطن اللي عايز يتلقى الخدمه هنعمل ايه عشان نضمن ده؟ الشباك الواحد اللي حضرتك كنت بتقول عليه يبقى انا ما عملتش حاجه لما خدت الناس من هنا لهنا، ما انا في النهايه برضو الناس هينزل عليها نفس العقاب. هنعمل ايه يا ست؟ بتقترح ايه؟ انا يعني مثلا انا بقترح مثلا في حاجه زي كده انه يعني مثلا حصل حاجه في المحافظه قريب انه نقل من كل حي 10 اقدم 10 محافظ القاهره مثلا نقل 10 موظفين من كل حي، جاب بتوع غرب وقدام شرق اللي مش عارف ايه. هو المشكله لما نقلهم نقلوا غلط، هو نقل الناس الكويسه ولا نقل الناس الوحشه؟ هو الفكره انه عايز ينقل انه على طريقه ان في جماعه بيتحكموا بقالهم فترات طويله في مكان معين مسيطرين عليه. الفكره لما مثلا لما جه نقل ما نقلش اللي محتاجين واللي مش محتاجين او اللي ينفع واللي ما ينفعش، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه انا في مساله صنع القرار، يعني مثلا موضوع الدواء. يعني انا كوزير انا عندي 64% من الادويه بتيجي بره مستورده، فلازم اقعد مع بتوع الشركات، ما ينفعش وانا قاعد في المكتب بيقعدوا مع بعض، لازم اقعد مع بتوع الشركات بيتخانقوا، بيقعدوا مع بعض بيتخانقوا. الفكره ان احنا لازم نقعد، ما ينفعش انا بكلمك بجد مش بهزر، بيقعدوا بيتخانقوا فندم. يعني انت عارفه يا استاذ ده وزير الصحه عندنا جات له فتره كان بيحاول يصلح العلاقه بين شركات الادويه وبين المستوردين. تخيل لما وزير الصحه ده دوره انه الاثنين متخانقين مع بعض وده دوره، شوف اتعطلنا قد ايه بدل ما نتكلم في مصانع، بدل ما نتكلم في خطوط انتاج جديده، بدل ما نتكلم في بتاع، بنتكلم في انه احنا بنفك وفي نفس الوقت ما ينفعش سلعه زي الدواء ان اخلي يعني واحد او اثنين هما اللي تحكموا في مصير الناس. ان هما دول اللي بيجي لهم الدواء الفلاني فمخزنينه احنا في الاول وفي الاخر احنا يعني عندنا مشكله انه دي تبعات سنين قديمه بناخد خطوات، بس الفكره كلها لما نيجي ناخد خطوه تبقى خطوه في حلقه متكامله عشان يبقى في الناس تحس ان في ثمار حقيقيه وسريعه. هي دي مشكلتنا انه الربط. انا ما زلت انا بتكلم عن تجربه، لان انا راجل انا مقتنع انه السياسه العامه للدوله بتصنع فوق عشان بالبلدي كده تسمع تحت، فلازم اللي تحت دوت يكون مستوعب اللي فوق عايز يعمل ايه. كلمات اخيره من حضراتكم يكون فيها بعد اذنكم طلب او هدف او اقتراح لمؤتمر الشباب القادم بناء على المؤتمر اللي لسه منتهي دلوقتي وبناء على حاجه الشباب دلوقتي في الحوار الجاد. اتفضل. اول حاجه احنا المؤتمر القادم نفسي ان احنا نشوف فيه كلام اكتر عن الاقتصاد وعن نمو الشركات والشركات الصغيره والمتوسطه الفتره الجايه دي، دورهم ايه، توجهنا ايه، التكنولوجيا رؤيتنا فيها ايه، لان احنا مش عايزين نبقى في 2030 واصلين للدول الاخرى وصلها النهارده، احنا عايزين في 2030 نكون لاحقينهم هم كمان في 2030 ونكون سابقين ان شاء الله كمان بعضهم. فدي مهمه قوي ان احنا يبقى لينا رؤيه مستقبليه. الحقيقه انا شايف ان المؤتمر ده كان مبادره جيده جدا وانا كنت سعيد جدا بوجودي هناك واستمراريته فعلا زي ما حضرتك ذكرت، وانا خارج بامل يعني امل متجدد، يعني امل متجدد في ان احنا عندنا مبدئيا شباب ما زالوا بيشتغلوا كويس جدا وبينظموا كويس، وناس الحقيقه كانوا يعني بيبعثوا رساله امل قويه جدا. متحمس جدا للمؤتمر اللي هيتعمل في نوفمبر ان شاء الله في شرم الشيخ ده. لا وايه هينقل المؤتمر من ناشونال لانترناشونال، ودي حاجه عبقريه يا رب ان شاء الله. يعني واحنا يعني ان شاء الله هيكون لينا دور فيه وبنتمنى ان هو يبقى فيه يعني مؤتمرات اكتر على مستوى دولي كمان. واحنا الفتره الجايه يعني كجمعيه تركيزنا الاساسي هو ان احنا ازاي نجذب استثمارات لمصر، سواء استثمارات داخليه واستثمارات اجنبيه، ايه اللي احنا محتاجين نعمله علشان نسهل للمستثمرين الاجانب دخولهم مصر والى اخره. فيعني بس محتاجين يمكن يكون زي ما حضرتك قلتي الربط بشكل اقوى شويه ما بين الشركات بالذات، لان الشركات لسه ما خدتش مكانتها في صناعه القرار. نعم. بالذات الصغيره والمتوسطه. نعم. سياده النائب ننتقل يعني تاكيدا الكلام استاذ محمد، ننتقل من الكلام عن التمكين الاقتصادي شويه. لانه اي شاب بيتخرج عايز يبقى عنده حياه، فبالتالي لازم يتمكن اقتصاديا، يبقى في فرص متساويه للناس، يبقى في حوافز الشباب في مساله المشروعات الصغيره والمتناهيات الصغيره. المتناهيات الصغيره يمكن احنا بنعدل القانون عندنا في المجلس عن مساله التاسيس وال50,000 جنيه والشركات والكلام ده، بنعدل القانون عشان نخلق حافز اكتر للشباب.
انه مصر محتاجه مشروعات صغيره كتير جدا جدا عشان تقدر تدي مساحه للشباب كلهم ان هم يشتغلوا ويبدعوا ويبقى في طبقه بتقدر تشتغل كويس. بشكركم جزيل الشكر على وجودكم معانا حقيقي، يعني شرفتونا ونورتونا، واتمنى يكون الحوار ده قدر يوصل لكم كده جزء من تفكير الشباب. سياده النائب احمد علي، باشمهندس محمد الصاوي، بشكركم على وجودكم معانا النهارده، بشكركم على حسن المتابعه، وان شاء الله بكره وبعده تلتقوا مع زميلتي مها في حلقه صباح دريم ويكند، وانا اعود التقي بكم من السبت للاربعاء باذن الله اسبوعيا. والحقيقه انه ما اقدرش غير ان انا ابارك لكل شاب ساهم في تنظيم او تجهيز او حضور حتى هذا المؤتمر، وكان حقيقي شاب فعال. ده يمكن طول الوقت بيبعت لنا الرساله اللي احنا بنقولها، تحيا مصر، تحيا مصر بالشباب. يبقى كلها مبدعين.